مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه عندنا فيها النهارده مجموعه مختلفه من الاخبار والمعلومات، وكمان عندنا مجموعه من القصص الاخباريه المختلفه. مساء الانوار مره اخرى وبنرحب بحضراتكم، والنهارده كمان هيكون عندنا فقره خاصه عن التحول الرقمي في العصر الحديث والخطوات اللي اتخذتها مصر في هذا المجال. وكمان هنعرف كمان افاق العالم بيتجه لها الان، ومع ذكر التحول الرقمي هيكون في كمان النهارده وقفه مع يمكن اشهر البنوك اللي سقطت في امريكا في اليومين اللي فاتوا، السيليكون فالي، ليها علاقه كبيره جدا بالشركات الناشئه والتحول الرقمي وغيرها. فبنشوف يعني تغير وتطور الموضوع بمختلف ابعاده في العالم. كمان عندنا النهارده مجموعه مختلفه من الاخبار كمان والمتابعات المهمه. يمكن ناس كتير قوي سهرت تتابع الاوسكارز امبارح، وكان في جدل كبير حوالين الجوائز كمان السنه دي، غير انه كان في رسائل كمان من خلال حفله الاوسكار، بعض بيشير كمان انه في بعض الجوائز كانت غير مستحقه رغم جوده وعظمه معظم الافلام. وكمان في ما اشارات كده كمان لطبعا استغلال القوى الناعمه الامريكيه انجاز التعبير، او استغلال طبعا حفله الاوسكار في توجيه بعض الرسائل السياسيه سواء لاسيا ولا افريقيا ولا كمان لبوتين. فهنتوقف عند هذا الموضوع وهنحلل كمان الجوائز فنيا. عندنا كمان مجموعه من الاخبار المهمه ومتابعات كمان لرئاسة الجمهورية، متابعة كمان للملف الاقتصادي العالمي. فخلونا نبدأ مع حضراتكم. أول شيء معنا النهاردة طبعا زيارة مهمة للقاهرة، وهي زيارة رئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق لها إلى مصر. النهاردة الرئيس السيسي رحب بهذه الزيارة بشكل كبير جدا، وقال أن احنا سعداء بوجود رئيسة الوزراء الدنماركية في مصر، وده أيضا في إطار مرور 65 عام على إقامة العلاقات ما بين مصر والدنمارك. قال: أقدر جدا جدا المباحثات التي تمت اليوم وحجم التفاهم خلال حديثنا سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الوفدين. أضاف الرئيس السيسي كمان خلال كلماته في المؤتمر الصحفي اللي تلا اللقاء مع رئيسة الوزراء الدنماركية بقصر الاتحادية اليوم الاثنين، إن المباحثات أيضا تناولت على المستوى الثنائي أهمية تطوير العلاقات ما بين البلدين في مختلف المجالات، وكمان تم تناول الفرص الاستثمارية في مصر في ظل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها الأساسية المتطورة. وقال إنه في فرصة كبيرة جدا إن يكون في تعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعاون خاص في مجال النقل وكمان الشحن البحري، والدنمارك ليها باع طويل هي والاسكندنافية في هذا الموضوع. والرئيس أكد على اهتمام مصر بتوفير كل التسهيلات الممكنة داخل السوق المصرية مع وجود خبرات عالمية كمان في هذا المجال. خلونا نتابع جزء أيضا من كلمة الرئيس. دولة السيدة ميتا فريدريكسن رئيس وزراء مملكة الدنمارك، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا رحب بفخامتك وبالوفد المرافق ليك، أهلا وسهلا، سعداء بوجودك في مصر، وأيضا بمرور 65 عام على إقامة العلاقات بين مصر وبين مملكة الدنمارك. واسمحي لي أن أنا أقدر جدا جدا المباحثات التي تمت النهاردة وحجم التفاهم اللي أنا لمسته أثناء حديثنا سواء على المستوى الثنائي أو حتى على المستوى الوفدين الرسميين. لقد تحدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح أن احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، وإحنا مستعدين زي ما ذكرنا أن احنا في مصر أن احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر وبما لديها خبرة عالمية في هذا المجال. أيضا تحدثنا على إمكانية أن احنا نتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين
ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة، ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كاب 27 في شرم الشيخ. ايضا تحدثنا مع فخامة رئيسة الوزراء في موضوعات كثيرة، منها موضوعات حقوق الإنسان، وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر إلى هذا الموضوع المهم اللي احنا حريصين جدا جدا ان احنا في كل مناسبة نتكلم فيه مع أصدقائنا الأوروبيين على ان احنا لنا رؤية مهمة جدا جدا بنطرحها في أهمية في استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات المختلفة، ودي طبعا طبقا للمعايير اللي حطها المنظمات والمنظمات الدولية في هذا المجال. أنا الحقيقة يعني وجدت تفاهم كبير قوي، وهذا التفاهم محل تقدير واحترام جدا لفخامة رئيسة الوزراء، وده أمر أنا بسجله دلوقتي. أيضا احنا تحدثنا على موضوعات خاصة ب في منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية، وإحنا هنا في مصر بنذكر دايما في مثل هذه المجالات إن إحنا بنقول إن إحنا من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا، وده التزام إنساني مصر ملتزمة به إن هي تحرص على إن هي ما تكونش أبدا يعني معبر لهجرة غير شرعية إلى أوروبا. النقطة الثانية تكلمنا أيضا إحنا مصر بتستضيف، وأنا بقول هنا بتستضيف عشان دي نقطة مهمة قوي، وإحنا ما بنذكرش أبدا كلمة لاجئ عندنا في مصر. إحنا مصر بتستضيف 6 مليون وقد يزيد دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد، بيعيشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو طبقا للواقع الصعب اللي هم جايين منه في بلادهم، اللي يعني اللي بتعاني من شيء من الاضطراب. وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق قوي، مهم قوي إن إحنا أولا القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهم قوي إن إحنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة، وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على أن هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع أن تسيطر على حدودها البحرية والبرية ولا تشكل معبرا لأوروبا، وأيضا تبقى سبب في استقرار هذا الأمر. ده نقطة. النقطة الثانية تحسن فيها أن أهمية أن مهمة أو أن احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس أو المواطنين من إفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل أفضل وحياة أفضل، وده من إيجاد من خلال إن احنا نوجد فرص عمل ومشاريع داخل الدول الإفريقية، وده هيساعد بشكل كبير جدا في حل هذه المسألة. نقطة تانية احنا اتكلمنا فيها فيما يخص الأزمات الموجودة، إن المهم إن احنا نوجد حلول وبسرعة، وأيضا دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أيضا تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى إيجاد حل لها يساهم في خفض التوتر، وأيضا لما لها من تداعيات كبيرة جدا على الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم كله. وده أمر ده إحنا نادينا فيه في كاب 27، قلنا كان في نداء أنا وجهته للعالم كله بأهمية إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب، حتى يعني تلافيا لتداعياتها على العالم كله. نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي الأزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضه ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على إن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الأثيوبيين، وده طبعا احنا بنقول ان احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الأثيوبيين. نحن نتفهم
ان التنميه في اثيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبه، بس بنقول ايضا واحنا بنوجد واحنا متفاهمين ده وايضا مستعدين نتعاون معاهم فيه، ان احنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري باي شكل من الاشكال. والحقيقه انا لقيت تفاهم لدى فخامه رئيسه الوزراء على ان الدوله اللي هي الاكثر جفافا في العالم مصر ما عندهاش فرصه انها تتحمل اي نقص من الميه يصل اليها في اي وقت من الاوقات. بالمناسبه ما كانش ابدا موجود على نهر النيل عبر الاف السنين ابدا في سد موجود بيؤثر على الميه، سواء كانت الميه دي كتير او قليله. الميه اللي كانت بتنزل الحصه اللي بناخدها منها هي كانت حصه ما بتتغيرش حتى لو كان في صعوبات، وكنا بنقبل ده. اذا هو المطلوب ان احنا نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضه. وانا اشرت فخامه رئيس الوزراء ان احنا باذلين جهد كبير جدا في ان احنا نستفيد من كل نقطه ميه موجوده في مصر من خلال سواء كان المعالجه وعدد التدوير او حتى من تحليه مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الاحمر. لن اطيل عليكم، اسمحوا لي ان انا ارحب بفخامه رئيسه الوزراء، اهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا، ونتمنى انك انت يعني استقبالنا ليك يكون استقبال يعني يليق بمكانتك، ونحن مقدرين ومحترمين وبنعتز جدا بفخامتك. اهلا وسهلا واهلا بكم الوفد المرافق، شكرا جزيلا. يعني مشاعر وديه للغايه في استقبال رئيسه وزراء الدنمارك ميتا فيدريكسن. والحقيقه ان العلاقات المصريه الدنماركيه هي علاقات ايضا طويله وممتده، وكان في مواقف ايجابيه مختلفه. في اولا تعاون ثقافي كبير، وفي المعهد الدنماركي هنا في القاهره مهتم دائما باليات الحوار. عندنا كمان تبادل اقتصادي كبير، الدنمارك ليها باع طويل في مجال الطاقه المتجدده، وايضا دوله منتجه بناخد منهم بضائع كتير للسوق المصريه وبنصدر لهم الخضار والفاكهه. كمان في علاقات مهمه جدا على صعيد وقف الهجره غير الشرعيه، وكان في اشاده دنماركيه دائمه بجهود مصر في ذلك المجال، ويمكن سياده الرئيس اشار لهذه النقطه بعنايه. ايضا كان في ترحيب كبير من ملكه الدنمارك وايضا من الحكومه الدنماركيه بتولي مصر مهمه كوب 27، وكان في ايضا تعاون ودعم لمصر في هذا المجال والمجالات البيئيه. هذه طبعا او قيمه التبادل التجاري بتصل احيانا ل 25 مليار جنيه، وايضا ليس بالقيمه القليله لكن مرشحه ان هي كمان تزداد. كل دي عوامل يمكن البناء عليها ويمكن ايضا دفعها للامام بمزيد من التعاون بين الدولتين الصديقتين. احنا كمان النهارده وجهت رئيسه وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته لزياره مصر، وقالت اشكر الرئيس لدعوتي لزياره هذا البلد الجميل، ونحن تباحثنا من اجل ايجاد حلول لتغير المناخ والطاقه الخضراء، واعتبر مصر شريكا قويا للدنمارك واوروبا في هذه القضية. كمان أضافت رئيسة الوزراء الدنماركية في مؤتمر صحفي أيضا المشترك مع سيادة الرئيس أنه الهجرة من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها، ومصر كمان لها دور كبير مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، وبيسعدني التعاون المهم مع مصر في السيطرة على الحدود ومواجهة تهريب البشر. خلونا نتابع أيضا جزء من كلمة رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن. Let me start by thanking His Excellency President Sisi for inviting me to come to this beautiful country of Egypt. It is a pleasure to be here, and it has been a very fruitful discussion between the two of us and between the two مثمرة بيننا وبين الوفدين. وكما يعلم الجميع فنحن نتقابل في وقت عصيب يواجه في العالم العديد من التحديات، ولكننا نتباحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر. وأود أن أؤكد أنني أعتبر مصر كشريك قوي للدنمارك ولأوروبا.
والشراكات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية. كذلك فإن فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فإنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، كما أننا كذلك الحوار كان مثمر فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. أود أولا أن أهنئ مصر على الاستضافة الناجحة لقمة كوب 27، وأود أن أشكر السيد الرئيس على مشاركته الشخصية في مسألة التغير المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء. هذا كان دور قوي وضروري بالنسبة لنا الجميع. الهجرة هي من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها، وأنتم كبلد شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، ويسعدني التعاون القوي بين مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وكذلك إدارتها للاجئين هنا كذلك، ونعزز الشراكة حينما يتعلق الأمر بتهريب البشر، وهذا مجال مهم كذلك. وقد ناقشنا أيضا الوضع السياسي الحالي وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، فنحن نعلم أن العديد من الأشخاص في أفريقيا ومصر يسددون ثمن هذه الحرب نتيجة لأزمة الغذاء وأزمة الطاقة. نحن نعلم أنها مهمة صعبة وسنعمل عن كثب عليها، وأشعر بالامتنان أن مصر قد اتخذت التزاما مهما فيما يخص قرار الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا. على مدار السنوات قد زاد حجم التعاون فيما بيننا فيما يخص التجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة. أنتم بلد قوي في مجالات عديدة، وأعتقد أن مصر لها القيادة فيما يخص قضية التغير المناخ، ليس فقط بالنسبة للمنطقة ولكن العالم أجمع. لذلك فإننا أشكركم شكرا شخصيا للقيام بهذا الدور، وأعتقد أننا قد عملنا على مدى التعاون الطاقة فيما بيننا في المستقبل، ويمكن أن نكفل التركيز على الطاقة المتجددة معنا، وبالطبع على الطاقة الهيدروجين الأخضر في ما بين بلدينا. وأأمل أن هذا التعاون بين البلدان في المنطقة الشمالية من أفريقيا ومع بعض البلدان الصغرى في الاتحاد الأوروبي قد تكون مصدر إلهام لبلدان أخرى لبناء شراكات قوية. زي ما استمعنا مع حضراتكم، في اهتمام كبير بالتعاون مع مصر كمان في مجال الهيدروجين الأخضر. وبالمناسبة الدنمارك من أكثر الدول في العالم وعندهم يمكن اجتماع وزاري أوروبي مهم معني بالبيئة الفترة القادمة، من أكثر الدول في العالم مهتمة بملف الطاقة الخضراء وبملف الانبعاث الحراري. ويمكن كان في خبر من قريب أن هي أول دولة في العالم تقريبا هتقوم بعمليات دفن الانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بطرق أمنة سواء تحت الأرض أو تحت البحر بطريقة مبتكرة وحديثة عشان يقللوا من الانبعاثات الحرارية. وتم يعني توجيه المدح ليهم من الأمم المتحدة على ده، أول دولة في العالم. فهم عندهم التكنولوجيا الحديثة وعندهم كمان تخطيط جيد جدا للمستقبل في مجال الطاقة النظيفة والخضراء ومحاربة تغيرات المناخ. ودي فرصة جيدة كمان للتعاون مع مصر في هذا الموضوع، خاصة أنه في تأكيد على رغبتهم في المشاركة في مشروعات الهيدروجين الأخضر. هنشوف بقى تقرير كامل عن الزيارة وأبرز محطاتها، ونرجع لحضراتكم كمان مرة تانية.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة ميتا فريدريكسون رئيسة وزراء الدنمارك. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، خاصة مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وقد تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك إنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن. كما تم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ. كما أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تفرضه هذه الجهود من أعباء، مؤكدة أن مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف الهام. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف. حضراتكم مرة تانية، طبعا بتابع حضراتكم أي شيء متعلق بالاقتصاد عالميا، وكلنا بقينا حساسين لأي تطور اقتصادي، خاصة لما بيكون التطور ده في البلدان الصناعية الكبرى وبالتأكيد كمان أمريكا في صدارتها. المهم إن احنا بقالنا يومين في ملامح مش عايزين نقول ذعر، ولكن في تخوف كبير جدا من حدوث أزمة اقتصادية تضاف إلى الأزمة اللي احنا أصلا عايشين فيها وبتؤثر على الجميع عالميا، فخلت الناس تحبس أنفاسها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإعلان عن إفلاس بنك وادي السيليكون SVB، وتلاه مؤسسة مالية تانية امبارح هي سيجنتشر بنك. الموضوع عاد للناس طبعا الذاكرة في 2008 لما كانت بداية برضو أزمة عالمية كبرى بسبب كمان انهيار أولى البنوك براذر ليمان الأمريكي لو حضراتكم تفكروا، وحصلت أزمة عالمية أدت انهيار عدد كبير من البنوك في أوروبا وبعدها تداعت وانهارت البورصات. فطبعا مع الظرف الاقتصادي الهش والمعقد عالميا حصل حالة كبيرة جدا جدا من التخوف، لدرجة أنه الرئيس الأمريكي خرج بيطمئن الأمريكيين
بيقول لهم ان ودائعهم بامان. وقال كمان في بيان اصدره مساء الحد: عملنا على معالجه المشاكل التي يواجهها الامريكيون، وخاصه اللي يواجهها بنك وادي السيليكون وسيجنتشر، وتم التوصل الى حل سريع يحمي ودائع الامريكيين. وتابع كمان: انا ملتزم بشده بمحاسبه المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصله جهودنا لتعزيز الرقابه والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد انفسنا في هذا الموقف مره اخرى. الخبراء بيقولوا كمان انه انهيار البنك المتعلق بوادي السيليكون، وهو من أشهر البنوك ويمكن أهمها في تنويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات قصدي الشركات الناشئة تحديدا، وده طبعا كمان كانت بتقرض الشركات الناشئة بحزم تمويلية أيضا خاصة وكمان بفوائد أقل، وده اللي عمل لهم مشكلة كمان مع ارتفاع سعر الفائدة مرة تلو أخرى في من قبل طبعا البنك الاحتياطي الأمريكي. والسؤال الأكبر والأبرز هنا: هل يتم احتواء هذه الأزمة أم تمتد أثرها إلى العالم؟ هنروح مع حضراتكم مباشرة للأستاذ توم حرب من فلوريدا، وهو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. أهلا بك أستاذ توم، منورنا. أهلا فيكم وشكرا. أهلا بك، نورتنا. كمان هيكون معنا الباحث الأستاذ محمد شاذلي، الباحث الاقتصادي، بينضم إلينا كمان من القاهرة. اهلا بك يا استاذ محمد. طيب استاذ توم، ده الانهي فيهم القطع استاذ توم. طيب استاذ توم، يعني هنروح مباشره لتطورات الموقف فيما يتعلق ب ما يسمى بازمه البنوك الان في الولايات المتحده الامريكيه. لو تحطنا في صوره اخر الاجراءات اللي اتخذتها الولايات المتحده لضمان انه ما يحصلش الدومينو افكت لبقيه البنوك، أبدأ معك من آخر تطورات وبعد كده هنرجع لتفسير أو مزيد من التفسير للأزمة. يعني أنا بتصور هذا البنك هو منفصل كليا عن بقية البنوك المعتادين عليها للدين والودائع، لأنه هذا البنك هو بنك معظمه للتكنولوجيا وعالم الكمبيوتر والإنترنت، فلذلك الأمر منفصل كليا. ولكن الإدارة الأمريكية اليوم تفوجئنا بأخذ القرار بدعم الموضوعين بغض النظر عن الكمية، لأن هنا الولايات الفدرالية المركز الفدرالي يدعم فقط ل 250 ألف دولار للمودع في البنك، ولكن تفاجأنا بأنهم سيدعمون كل المجموعات لديهم ملايين وملايين من الدولارات. وقالها الرئيس بايدن عند الصباح قبل افتتاح وول ستريت البورصة في نيويورك، ليضع حدا لأي ارتداء في البنوك. فأنا أتصور أخذ القرار اللازم، ولكن للشعب ليدعم الموضوعين بكميات المليارات والملايين دولار، هذا خطأ من قبل إدارة الرئيس بايدن. طب يعني كما نفهم هذا البنك بيعمل سنة 1983، وهو مول يمكن أكثر من نصف الشركات الناشئة خاصة في القطاع التقني وقطاع التنمية الصحية. كيف حدث هذا الانهيار بهذا الشكل سريعا؟ هل يمكن أن نقول أنه ده بيرجع أو سببه الرئيسي كما قال البعض لزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا هناك أسباب أخرى؟ لأنه التعويل على هذا السبب يعني أن احنا قد نشاهد مزيد من الانهيارات البنكية، وبدأ يحدث ده مع سيجنتشر. كيف ترد على ذلك؟ لا، إذا كان هذا لأنه فقط للتضخم المالي وارتفاع الفائدة، ربما لأنه حدث فجوة تمويلية في البنك. يا بس ولكن من ناحية تانية أنا بتطور إدارة البنك ومنهجية البنك التي وصلتنا إلى هنا. لأن مدير هذا البنك كذلك أتى من ليمان برادرز، ونحن نعرف ليمان برادرز انهارت في 2008، كسرت انهارت بال 2008. يعني نفس الأشخاص اللي كانوا سبب انهيار ليمان برادرز اليوم هني بسبب انهيار هذا البنك،
وإدارة هذا البنك. فأنا أعتقد يعني اللي كانوا بيديروا براذر لي من هم اللي راحوا هناك أو بعضهم يعني من أدار البنك اس في بي، فحضرتك بتعزي ده إلى سوء الإدارة أيضا مش فقط الأزمة المالية. طبعا بسوء الإدارة والمنهجية التابعين على نظرياتهم للمجتمع الأمريكي، وكل جماعة هوليوود وجماعة الإنترنت هم الذين لهم ودائع في هذا البنك. منهجية غلط بغلط بغلط، وهذه الارتكابات وصلتنا إلى هنا. وأتصور بأن الإدارة ستعالج هذه الأزمة، ولكن بعد 2008 عالجت الأزمة المالية بشكل جيد على جميع هذه السنوات، على 15-17 سنة تقريبا عالجت، وهنالك رصيد مالي مهم في البنوك اليوم غير ما كان بال 2008. ولكن هذا البنك بالذات هو يدين لمجموعة للإنتاج، شركات صغيرة تبدأ بالتكنولوجيا ولا تعرف بالفعل تحديد قيمة هذه التكنولوجيا الذين يعملون عليها. وإذا البنك كان يدين لاستثمارات ولكنه بنك يعني نتكلم عن 30 سنة خبرة في هذا المجال وتمويل ما يقرب من نصف الشركات الناشئة، يعني من الصعب على بنك بهذا التاريخ أو بهذا السي في أنه يسقط هكذا مرة واحدة وكل عملاء يذهبوا مرة واحدة لسحبهم ويبقى فيه تطمينات كمان لأصحاب الودائع، ولا إيه رأي حضرتك؟ ربما لو كان عنده 30 سنة خبرة، ولكن عندنا رؤساء جمهوريين يأتون ليحكموا البلاد عندهم قدرة استيعابية ومنهجية جيدة، وعندنا رؤساء فاشلين. فإدارة هذا البنك مثل الرؤساء الذين يأتون إلى الولايات المتحدة وفاشلين. عهد الرئيس بايدن عهد فاشل، لاحظ الحرب في أوكرانيا، لاحظ الصين ترخلت اليوم باتفاقات في الشرق الأوسط. كل هذا من ضمن هذه الإدارة، وهذه الإدارة إدارة الرئيس بايدن تنتكل على هذه الشركات التي هي تتعامل مع هذه الإدارة من فوقية ما فوق الشعب، وهم يعرفون كل شيء وهم أصحاب القرار وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطة، وهذا الذي يوصل المنطق. لكن أيضا الرئيس بايدن تدخل بسرعة هذه المرة وخطب الأمريكيين وعمل تويتس وطمئن العملاء، أعتقد أنه في محاولة يعني قد تكون استباقية وتطمينية كمان للعالم أنه لا يحدث مرة أخرى أزمة 2008. طبعا هو مسؤول البلاد على أن يتدخل فورا قبل افتتاح البورصة اليوم صباحا في 9:30 بتوقيت نيويورك، كان عليه أن يتدخل، ولكن التدخل جيد وعليه أن كان يفعل ذلك، وهذا شيء مجبور به أن يقوم به ما قام به. ولكن أن يعفي المودعين، أما أن يضمن المودعين اللي عندهم من مليارات الدولارات على حساب الشعب العادي، فهذا خطأ. جميل. السؤال الأخير لحضرتك، هل من الممكن أن يمتد خاصة بعد دخول بنك سيجنتشر، واحنا ليس لدينا التفاصيل الكامله حوالين ايضا بنك سيجنتشر، ولكن هل يمكن ان تحدث يعني صدمه لبقيه البنوك او يحدث ما يسمى بالدومينو ايفكت او تاثير الدومينو فيمتد ده لبنوك اخرى، ولا لا تتوقع يعني انه الامور تتسع اكثر من ذلك؟ لا انا لا اتصور، لانه السيجنتشر بنك هو كمان بنك غير اعتيادي، هو للكريبتو، للأموال الكريبتو الخيالية الافتراضية، فلذلك الأمر العملات الرقمية الكريبتو العملات الرقمية هذا هو البنك اعتماده الوحيد على الكريبتو كارنسي، اعتماده الوحيد على الكريبتو كارنسي. فلذلك الأمر انهار، لأنه فيه ليس هنالك من التزامات معينة أما قيود على هذه البنوك بالكريبتو كارنسي. دي معلومة مهمة جدا. بنشكرك طبعا، أولا شكرا جزيلا للأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. وموضوع بنك سيجنتشر اللي هو البنك التاني اللي انهار، دي نقطة مهمة كمان إن احنا ناخدها في الداخل المصري، واحنا طالعين من قضية كبيرة هي الهوك بول، وكان الحديث بدأ يطلع مرة أخرى عن الكريبتو كارنسي. البنك ده انهار لأنه معتمد على كريبتو كارنسي فقط او العملات الرقميه، وده سوق متذبذب للغايه وحساس جدا وغير مضمون.
فدي برضو عشان لما بنعرض تفاصيل في العالم احنا ممكن كمان نستفيد بها ايه. حضرتك خد بالك من موضوع الاستثمار في الكريبتو كارنسي ده، ادينا شفنا ايه اللي بيحصل، وكمان دي ده مؤشر عالمي كمان حوالين انه ده مجال الاستثمار قد يكون خطير جدا جدا جدا. طيب احنا كمان معنا الاستاذ محمد شادي الباحث الاقتصادي، ودكتور محمد شادي طبعا دايما بيشرفنا ونستمتع بتحليلاته. اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بحضرتك يا فندم مشاهدينا. يعني احنا كنا في زياره للولايات المتحده الامريكيه وبنشوف التاثير في الداخل عامل ايه، ويمكن ضيفي الكريم كان بيستبعد انه يحصل مزيد من التوابع لزلزال السيليكون فالي بانك، بيقول انه لا هتتدخل الدوله وهتقدر تلم المساله، ولكن العالم لا يعترف بذلك الان لان احنا حساسين جدا مع اي تطور اقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا في هذا التوقيت. فالى اي مدى ممكن ان يحدث تاثر عالمي؟ طيب بدايه بس هو يعني اخد بصحتك في لحظه كده، هو ايه سبب اللي بيحصل؟ احنا عندنا مشكلتين دلوقتي. ايوه. في نوعين من انواع البنوك. النوع الاول هو البنوك اللي بتمول مشروعات الصغيرة المتوسطه وبالذات اللي بتعتمد على التكنولوجيا منها. دي اول حاجه. ستارت ابس وكده زي البنك اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي هو سيليكون فالي بنك ده منهم. والنوع الثاني اللي هو اللي بيعتمد على الكريبتو كرنسي ودوت الاظهر منهم ميشور بنك، الاظهر منهم هو سيلفر جيت بنك. وسيلفر جيت بنك دوت هو ده حضرتك اللي هيبقى العاصمه على حدث الفتره اللي جايه. سيلفر جيت بنك ده امريكي برضو؟ ايوه فندم. وقايم بالكل على موضوع الكريبتو كارنسي او العمله الرقميه. الجزء الاساسي عنده هو تمويل الكريبتو كارنسي. شبه سيجنتشر يعني. بالظبط. هم ما هو احنا عندنا يعني انواع مختلفه من البنوك بتشتغل في تمويل مشروعات مختلفه. القطاعين دول من البنوك عندهم مشاكل، وعندهم مشاكل ليه بقى؟ هو ده اللي انا عاوز اقول لحضرتك عليه. ارتفاع اسعار الفايده عامل مشكله يعني اسعار الفايده اللي حصلت في العالم ده عامل مشكله ضخمه جدا للبنوك. اولا البنوك بتاعت شركات التكنولوجيا اللي زيها سيليكون فالي بنك، المودعين اللي عنده حاطين الودائع بتاعتهم في وعاء اسمه وعاء الودائع سريع الاسترداد، قابل للاسترداد في اي وقت ممكن اسيل الفلوس بتاعتي واخرج بيها. هو كمان علشان يضمن فلوسه حاططها في شهادات امريكيه واخدها فايده قديمه. الفايدة الموجودة دلوقتي بترتفع، المودعين بتوع البنك بيفقوا الفايدة بتاعتهم وبياخدوها عشان في شهادات الخزانة الأمريكية، مرتفعة البنك، مرتفعة العائد، وبالتالي رصيد البنك ده اللي حصل في اس في بي. ايوه بالظبط كده، اللي هو سيليكون فالي بنك. يعني هو باختصار برضه عشان نفهم، يعني هو البنك ده كان متخصص في الإقراض بشروط ميسرة يمكن شوية أكتر عشان طبعا شركات ناشئة وكده، وبيقدم الدعم المالي ليها، لكن طبعا مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفايدة أكتر من مرة فبدأ يحصل عندهم فجوة تمويلية لأنه سعر الفايدة بقى أزيد. فالناس بتسحب فلوسها منه عشان تحطها في شهادات الخزانه الامريكيه. بس معقول الدرجات دي؟ ده بيتعامل في فوق ال 300 مليار دولار. انا فهمت. ما الفكره كلها الفلوس موجوده فهمت، بس هو الفكره كلها المتاح سحبه منها قد ايه، السيوله الموجوده قد ايه. دي اول حاجه. طب حضرتك ممكن تقول لي ما ممكن يسيل الشهادات بتاعته، هيسيلها فعلا بس هتحصل خسائر جامده جدا لانه هيسيلها قبل ميعادها فترات طويله، وبالتالي البنك اولا مش عارف يبيع الشهادات اللي عنده، ثانيا الطلب على الشهادات تسهيل الشهادات بتاعت الناس عالي عليه، وبالتالي بقى في فجوه تمويليه. علشان كده الحكومه الامريكيه او الاداره الامريكيه اضطرت تتدخل. اللي حصل بقى مع الكريبتو كرنسي يعني مشابه لدوت، بسبب انه مع ارتفاع اسعار الفايده الناس بدات تفقد الثقه في الكريبتو كرنسي. بس ده حصل من فتره. ايوه ما بقول لحضرتك بقى التوابع عماله تتراكم لما وصلنا دلوقتي، لانه البنوك ما بقتش قادره تتحمل. ليه مش قادره تتحمل؟ علشان شركات التجاره في الكريبتو كرنسي بدات تفلس. عندنا اف تي اكس اللي فلسها الشهر اللي فات، ومعاها كمان الشركه اللي بتمولها، وكان قبلها في عندنا شركتين قبل كوين بيز المفروض ان احنا ممكن نشوفها بتفلس هي كمان، وبالتالي احنا عندنا انهيار في الاثنين بسبب ارتفاع اسعار الفايده اساسا. لانه في ناس كتير عالميا اتجهت تلعب في موضوع الكريبتو كرنسي ده مع طبعا تذبذب اسعار الفايده واسعار العملات وكده، بس جت على دماغهم برضو بما يعني فيما يعني لما اسعار الفايده غليت واسعار الطاقه ارتفعت بشكل كبير جدا، بقى في خروج بشكل واسع من طبعا الكريبتو كرنسي لانه تكلفتها بقت عاليه. انه مفيش استثمارات كمان دلوقتي ممكن تكون
يعني عليها الطلب او العين في العالم، فالناس رايحه طبعا بتروح لطرق اخرى. عشان كده انا حذرت الناس شويه قبل ما استقبل حضرتك، ما اعرفش سمعتني ولا لا، من فكره انه اي حد يتاجر في الكريبتو كرنسي دلوقتي لو بشكل منفرد او زي ما شفنا في موضوع الهوك بول ده والنصبايا الكبيره دي، لانه ده السوق غير مستقر على الاطلاق وغير مضمون وغير امن في كل حته دلوقتي. صح الكلام اللي بقوله ده اقتصاديا ولا اقصى درجه؟ صحيح جدا ولا لا؟ لا لا صحيح يا فندم، صحيح لاقصى درجه. البنك المركزي قبل موضوع هوك بول دوت باسبوع واحد كان منزل التحذير الرابع بعد الاصدار في العملات الرقميه، وقال ان دي اصول شديد، مش بس شديده للمخاطره، دي خاطره للغايه، وبالتالي حضرتك ممكن تفقد فلوسك كلها. البيتكوين نزلت من 64000 دولار لقريب خالص 15000 دولار، بقت ترتفع دلوقتي تاني، بس التاثير نفسه انه مفيش ضابط، مفيش اي حاجه، الموضوع بيخضع لنفسيه المستثمر اللي في الموضوع، وبالتالي لو انا بس متقلب الظروف العالميه انت ما تضمنش بكره في اهو البنك فلس مره واحده بدون طبعاً. اي عوامل انذار. طبعا السؤال بتاع حضرتك بقى بتاع هل ممكن الموضوع يمتد للبنوك العالميه؟ قصدي لبقيه القطاع المصرفي في العالم؟ هو المفروض ان هو ما يحصلش. ليه؟ لانه زي ما حضرتك يعني قلت انه حاصل عندنا دلوقتي في حاجه اسمها بازل 3، لانها بنوك متخصصه شويه نقدر نقول. مش بس كده، لا، هو ده كان في عوامل كبيره جدا بتعزز الاستيوال اللي عند البنوك، وبالتالي المفروض ما يحصلش. لكن ممكن يحصل امتى؟ لو الفدرالي الامريكي كمل في اتجاه رفع اسعار الفايده، وبدا يبعت اشارات، الاقتصاد الامريكي بدا يبعت اشارات بانه في عدم استقرار. عشان كده اول لما الموضوع بس هو كانوا لسه قايلين ان هم هيستمروا. ما هو مش الفكره ان هو هيستمر، في تصريح من اربع ايام بالظبط انه رئيس الفدرالي بيقول انه احنا في اتجاه لنرفع تاني قبل المشكله بتاعت قبل البنك على طول، بتاعت سيليكون فالي قبل البنك بيومين تقريبا. دلوقتي اعتقد الكلام هيختلف، المفروض ان هو لو كان هيرفع ب 50 يرفع ب 25، الموضوع يتفادى دلوقتي بشكل كبير لانه في ضغوط واسعه جدا. يعني ده جرد انذار ان هو يفكر قبل ما يرفع تاني برضه، لانه هيبدا يحصل اضرار على قطاعات تانيه. على الاقل خالص يهدي الموجه اللي حاصله. كمان لو الاداره الامريكيه واداره القطاع المصرفي الامريكي اساءت اداره الازمه، انا بقول لحضرتك انه هيحصل ازمه عالميه، ازمه ماليه عالميه. لكن لغايه دلوقتي بقول لحضرتك انه المعايير الموجوده تكفي لتقبل الصدمه، تكفي لتجاوزها، ومش بس كده، تكفي لاستكمال القطاع عمله بكل سهوله. الجميل في الموضوع ده انه مفيش بنوك كتير منكشف على سيليكون فالي بنك، لانه هو بيشتغل اساسا في المشروعات الصغيره المتوسطه. البنوك الثانيه مش منكشفه عليه لانه ما بيشتغلش في القطاعات الحقيقيه بشكل كبير. بالظبط، وبعدين اعتقد ان البنوك الثانيه برضه ما جالها دعم، ما هو العالم كله سحب فلوسه من كل العالم وراحوا كله على جاري على امريكا. فمتهيألي الفلوس دي مش في البنوك الامريكيه ولا فين؟ ولا لا موجوده في البنوك ولا دي نظره سطحيه؟ صحيح موجوده في البنوك الامريكيه، في سيوله جديده، بس بقول لحضرتك احسن كمان البنوك الامريكيه هتدفع فلوسها منين؟ يعني هو البنوك الامريكيه بتدفع الفوائد اللي هتجيبها منين؟ بتقرضها الاخرين، عائد عليها الفوائد، مش قاعده. ايوه السيوله مش قاعده، فالعبء جه اعلى. بس كده السيوله مش قاعده في البنك، السيوله خارجه من البنك عشان يقدر يدفع الفوائد بتاعته. وبالتالي هو مقدار السيوله الموجود هو المقدار بتاع الاحتياط الالزامي الموجود في كل دول العالم. ما احنا برضو نتعلم القصه دي انه رفع سعر الفايده برضو ليه خطر للغايه، يعني خطير وليه تداعياته، واتمنى ان نكون برضو متابعين الموضوع ده كويس، انه سعر الفايده لا يؤثر على لا فاهم ازاي؟ سعر بيأثر على كل حاجة لا بيأثر على كل حاجة، واحنا يعني احنا في مصر هنا عندنا التزام شديد ببازل 3 اللي انت حضرتك عليها، قواعد بازل 3، فالمصرف المصري آمن لأقصى درجة حضرتك تتخيلها، ومش منكشف على بس كان في أقاويل إنه احتمال يبقى في رفع سعر الفايدة مرة أخرى. طبعا المقارنات هنا يعني مش دقيقة، الاقتصاد الأمريكي ليه ظروف، لا أنا عايز أسأل حضرتك، ولكن طبعا احنا بنحاول نستفيد ونشوف الدائرة. أنا أقول لحضرتك الوضع عندنا مختلف تماما. ليه؟ احنا عندنا مش زي الاقتصاد الأمريكي، احنا عندنا سيولة قاعدة في البنك بأكثر من 4 تريليون جنيه مصري. يعني حضرتك احنا عندنا اللي عامل ده ايه؟ اللي عامل ده ان المودعين بيروحوا للولايات المتحده الامريكيه يسحبوا الفلوس، مش موجوده في فلوس البنك، لكن احنا عندنا 4 تريليون جنيه موجودين. فعاوز اقول لحضرتك لو مصر كلها تسحب فلوس هتلاقي فلوس موجوده، مش عندنا مفهوم بس مفهوم بس كما قرات في بعض التحليلات يعني ومنهم في الاهرام الانجليزي انه برضه في تضخم عالي، فاحنا محتاجين نسحب مزيد من التضخم من الاسواق، وبالتالي فممكن يتم السحب ده عن طريق الفوائد ورفع الفايده مره
اخرى والشهادات. انا بقول لك سيناريوهات بقراها في الصحف العالميه، لكن بس انا بقول لحضرتك الموضوع هنا، الموضوع لكن هنا انا مش اقتصادي. لا 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 حضرتك عفوا، الموضوع هنا يعني انا بس بحضرتك الفكره في ايه؟ الفكره هنا انه احنا عندنا سيوله في المفروض يعني اللي ده بيتقال، بس انا مخالف معاه تماما، سيوله في السوق، وبالتالي احنا بنرفع سعر الفائده عشان نسحبها، لكن ده مش اللي حاصل. اللي حاصل هو العكس. اللي حاصل ايه؟ انه احنا عندنا التضخم اللي حاصل في الاقتصاد المصري هو حاصل نتيجه ارتفاع سعر الدولار، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انخفاض سعر الجنيه المصري قدامه، والحاجه الثالثه انه المعروض السلعي قليل بسبب الاجراءات بتاعه اللي هو يعني اللي هو التنظيم الجمركي، وبالتالي المعروض السلعي قليل في السوق، السلع مش كفايه، وبالتالي اللي حاصل مش زياده سيوله بقدر ما هو انخفاض المعروض السلعي. وعلشان كده البنك بيرفع 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 الفايده ليه؟ مفهوم. هو شايف انه ما فيش سيوله زياده، لأ البنك بيرفع الفايده عشان يجذب استثمارات اجنبيه مباشره غير مفهوم. يعني دكتور بالبلدي كده، عشان برضو يعني لسه ملوش تاثير علينا قوي موضوع افلاس البنوك ده لغايه دلوقتي. لا ما اعتقدش انه له تاثير على الاصل اصلا، يعني هيبقى التاثير مش هنحس بيه الا لو عدد كبير جدا من البنوك العالم انهار. حلو. وما اعتقدش ان ده هيحصل. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. والاستاذ توم حرب مدير التحالف الامريكي الشرق اوسطي للديمقراطيه كان معنا كمان من فلوريدا، شكرا جزيلا. النهارده نظمت القوات المسلحه كمان زياره لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والامن القومي وحقوق الانسان وعدد من الاعضاء بمجلس النواب للشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه، عشان تتعرف على اليه العمل بالشبكه ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكانياتها بما يعني يساهم في إحداث التطور التكنولوجي وكمان التحول الرقمي اللي بتشهده الدولة المصرية بكافة المجالات. وعندنا النهاردة فقرة عن التحول الرقمي مهمة. كمان ألقى اللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ألقى كلمة أكد من خلالها أن الشبكة بتعمل على توفير كافة المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة وتقديم السيناريوهات المختلفة لمتخذ القرار عشان يقدر يتعامل مع الأزمة بأكثر طريقة فعالة وصحيحة. كمان قبل ما نروح محاضراتكم لفاصل، فهنسيبكم كمان مع تقرير لطيف جدا جدا عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر لانضمام لصفوف القوات المسلحة، ويمكن قصاصي الأثر ليهم قصص كبيرة الحقيقة من البطولة من أيام حرب 67 والاستنزاف و73، وقدموا كمان دور كبير ومهم في دعم القوات المسلحة في محاربة طبعا الجماعات المتطرفة والإرهابية في سيناء، وقبليها دور تاريخي طبعا في دعم القوات المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. فالحقيقة من المهم دائما الاهتمام بيهم، وهنشوفكم بقى هنسيبكم مع هذا التقرير عن قبول دفعة جديدة من قصصي الأثر. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وأكد الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم السبت الموافق الأول من إبريل 2023. كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2023، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 من مارس 2023. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه أيضا إلى التيسيرات التي تقدم لأبناء المحافظات النائية. توجيهات القيادة العامة بصفة مستمرة على تقديم كل سبل التيسيرات والدعم لأبناء المناطق الحدودية. طبعا حضراتكم عارفين المسافات الشاسعة جدا اللي هتحمل الشاب مشقة وعناء السفر ماديا ومعنويا علشان ينهي موقفه التجنيدي. فتوجيهات القيادة العامة ان احنا بشكل اساسي ودوري
بنطلع لجان تجنيديه الى المناطق الحدوديه، واحنا حاليا دلوقتي قاعدين في المؤتمر الصحفي وعندنا لجنتين، لجنه في جنوب سيناء ولجنه في شلاتين، شغاله النهارده وبكره في شلاتين وابو رماد، ويوم الاربع ان شاء الله هتبقى في حلايب ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة. بنقدم لهم الوثائق التجنيدية وبدون أي رسوم. كما أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة على عدم التعامل مع الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة. اللي أنا عاوز أقوله للشباب ولزويهم، للأب والأم، أوعى تتخيل إن في حد هياخد مقابل مادي عشان يقدم خدمة لابنه. أولا الإجراءات عندنا بتتم بشكل إلكتروني كامل، يعني ابنك اسأله هتلاقيه دخل الاختبار قاعد على جهاز كمبيوتر، النتيجة بتاعته طلعت وهو لسه قاعد. وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني tekand.mod.gov.eg. وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني tagneed.mod.gov.eg، بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني ورقمه 15499. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنروح معاكم لموضوع لطيف جدا جدا جدا. كانت محافظة السويس عملت أولمبيات المدارس. إيه أولمبيات المدارس؟ ده جمعوا الطلبة الموهوبين من المدارس المصرية في السويس عشان يتنافسوا في ثلاث مجالات: المعارف العامة والثقافة والرياضة وريادة الأعمال. ودي كان ضمن مفهوم كبير وهو أولمبيات المدارس المصرية اللي إن شاء الله هتكون في كل المحافظات، وكمان بيشترك فيها مجموعة من الشخصيات العامة ومن المثقفين وكمان المهتمين بمجال الرياضة زي زميلي طبعا الإعلامي هاني حتحوت، نوجه له التحية. هو كان مشارك أساسي في هذه الأولمبياد في كمان قطاع الرياضة، والحقيقة كان في صدى. أنا شفت فرقت على كتير من صور والفيديوهات، وكمان من تفاعل الأطفال مع الموضوع، فكان كمان شكل لطيف من أشكال التعلم وكسر روتين. وشفت المنافسات الرياضية كانت قد إيه لطيفة جدا 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 جدا. يمكن كان نفسي أتابع أو أتابع بقية المنافسات، فإن شاء الله هبقى أبص عليها برضو. ومنها مثلا مسابقات التري ماتش وصيادين الجوائز وغيرها من الحاجات اللي بتكسر النمط التقليدي في التعليم، وكمان بتحفز مواهب الشباب في المدارس في سن صغيرة. احنا معانا الأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التعليم في السويس. أهلا بك يا أستاذ ياسر، منورنا. أهلا وسهلا بك يا فندم بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني سعداء بالتجربة دي، ولو حضرتك كده تلخص لنا برضو التجربة دي وإزاي كانت تجربة جديدة، وكمان اشترك فيها شخصيات عامة وزيارة على التلفزيون، وطبعا قناة مدرستنا كانت مشاركة فيها بشكل أساسي. يعني متهيألي ما شفناش حاجة زي كده قبل كده بالاهتمام ده يعني برضو في المحافظات. إيه رأي حضرتك وتحكي لنا القصة؟ بداية أهلا وسهلا بحضرتك سادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. طبعا أولمبياد مدارس مصر ده أنا بعتبره حدث تاريخي تم أو جاري الآن على أرض سويس. طبعا أولمبياد مدارس مصر ده طبعا اتجاه الدولة لرعاية الموهوبين وفخامة الرئيس، وكانت توجيهات معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي باليوم الرياضي. احنا بدأنا العام الدراسي باليوم الرياضي في جميع مدارسنا. طبعا اليوم الرياضي كان المنتج بتاعه الطلبة اللي تم انتخابهم او اختيارهم من المدارس، اكتشفنا الموهوبين وتم اشتراكهم في أولمبياد مدارس مصر. الحقيقة أولمبياد مدارس مصر دي كانت حصري لقناة مدرستنا، وكانوا السادة المشرفين على قناة مدرستنا كانوا هم بيديروا منظومة أولمبياد مدارس مصر. تم انتخاب 16 مدرسة على مستوى محافظة السويس بما يقرب 320 طالب متميزين
في كل المجالات زي ما قلت سعادتك كده، في الثقافي وفي الرياضي وفي رياضة المشروعات. الحقيقة احنا كان في برضو عدة معايير لاختيار الطلبة، كان من المتفوقين دراسيا والمتفوقين رياضيا واللي حققوا مراكز على مستوى الجمهورية في مختلف الأنشطة. أي أنا من غير أقطع كلام حضرتك بس بشوف لقطات جميلة والشباب متحمس أثناء عن الجوائز وبيهتفوا وحتى أولياء الأمور، فدي روح حلوة يعني، روح لطيفة تكسر التقليدية في وسائل التعليم بتاعتنا وتدي برضو الناس كده شوية حماس إن هو يعرف ويزود معلوماته وخبراته، فلذيذة المشاهد اللي بنشوفها دي. هو طبعا سعادتك زي ما سعادتك قلت كده هي عملت حالة من أو حالة تنافسية بين الطلبة على التحفيز وعلى الفكر، وعملت لهم عملية عصف ذهني وخاصة في ريادة المشروعات. أنا لسه هتكلم مع حضرتك في الموضوع بتاع ريادة المشروعات. طبعا هو في بداية الأولمبياد طبعا كان بعض أولياء الأمور يقول لك لا دي هتضيع وقت الولاد، لا طب إزاي. بدأنا بعد مضي 3 أيام تقريبا من بداية الأولمبياد بدأ في عملية إقبال شديد جدا من أولياء الأمور على اشتراك أولادهم في الأولمبياد. طبعا الأولمبياد بدأت بعدة ورش عمل من الشخصيات العامة زي ما حضرتك قلت، منهم زهاني حتحوت ومختلف الشخصيات في الفكر والثقافة. بالنسبة للطلبة تمت ورش العمل في الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني بدأت الثقافة، بدأ الماراثون الثقافي والماراثون الرياضي وماراثون المشروعات. الحقيقة المشروعات أو ريادة الأعمال احنا فوجئنا بالطلبة بيفكروا كمستثمرين مش كطالب، لا احنا فوجئنا بالفكر وفوجئنا بالتنظيم بالنسبة للطلبة وبالنسبة للمجموعات. الحاجة بقى الأهم في أولمبياد مدارس مصر هي عودت الطالب على العمل الجماعي، ان هم يشتغلوا ككرو أو كجروب أو كفريق عمل. في عدة مبادرات نتجت عن أولمبياد مدارس مصر زي منها التاريخ كما يجب أن يحكى. طبعا دي الولاد كانوا مقدمين مشروع ان هم هيعملوا صايد على النت ب7 لغات يتكلم عن التاريخ بتاع السويس وبعدين تاريخ مصر بصفة عامة. كان في مبادرة تانية اللي هي ملاعبنا، الولاد كانوا بيتكلموا على ان تجهيز كافة الملاعب، وفعلا تم رعاية هذه المبادرات من قبل معالي الوزير المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، ان احنا هيبقى فيه دورة رمضانية لجميع مدارس السويس. كان في بقى حاجة الاهم برضو اللي هي الولاد طالبوا ان يبقى فيه زي رعاية نفسية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في مختلف المدارس. والله دي حاجة لذيذة جدا عامة، ده الطلاب هم اللي عايزين كده، الطلاب هم يعني ده كانت من الحاجات اللي هم مقدمينها. ده من ضمن المشروعات او ريادة الاعمال. ده تفكير لطيف والله ومختلف بره الصندوق فعلا. ده ناس في الثانوية العامة بتطلع بعديها بعقد نفسية. طبعا 16 مدرسة في الدور النهائي ان شاء الله هيصفي 3 مدارس. في عندنا مدرسة الثانوية الجديدة، دي المدرسة حققت الـ3 محاور نجحوا فيهم اللي هو الثقافي والرياضي وريادة الأعمال، ودي المدرسة الوحيدة اللي حققت الـ3 محاور. وفي عندنا مدرسة نووية موسى داخلة برياضي ومعارف، في مستثمر مشرف كل بقى مدرسة على حسب إمكانياتها والمستعدين فيها. طب الجائزة بقى في النهاية إيه، أو إيه اللي بيستفيدوا اللي بيحصل طبعا على الأولمبياد وكده؟ طبعا الرحلة نفسها مفيدة لكن برضو يعني عشان نحفز الناس كمان لمزيد من المشاركة. هو كان التحفيز بالنسبة للجوائز ان المدرسة الاولى اللي هتفوز المدرسة هتاخد 100,000 جنيه وكل طالب هياخد 0.5 جنيه ذهب. المدرسة الثانية اللي هتفوز هتاخد 50,000 جنيه وكل طالب هياخد 0.25 جنيه ذهب زي ما اعلنت الجهة المنظمة للأولمبياد. الحلقة أولمبياد مدارس مصر فعلا حدث تاريخي وعمل طفرة في التربية والتعليم في محافظة السويس، فاحنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشكر معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وطبعا كان الراعي والداعم الأساسي سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. ده طبعا كتير من الشخصيات العامة شاركت. طبعا احنا بنتمنى انه ده يستمر كمان وشوفوا بقى في كل مدارس مصر، والتحية مرة أخرى من خلال حضرتك لكل الطلبة اللي شاركت، تحية للفائزين. وكمان يعني مرة تانية دي حاجة لطيفة لكسر الروتين التقليدي في التعليم والتحفيز الناس، يعني على الأقل أن يبقى فيه رغبة في أن الواحد يزيد من معارفه ويحسن قدراته ويستشرف المستقبل. أنا بشرح الكور حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء عبد المجيد الأستاذ ياسر عمارة مدير إدارة تعليمية في السويس، شكرا جزيلا. برضو نسمع كلمة من سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في ختام
الأولمبياد، وهو كان حاضر وبرضه نسمع كلمة. معالي الدكتور رضا حجازي ومعالي الدكتور أحمد نائب الوزير عرض علينا موضوع أولمبياد المدارس، لقيناها فرصة ذهبية، وخاصة لما يقولوا لنا إن هنبتدي بالسويس إيمانا وعرفانا بدور السويس، مش علشان اتعملت فيها مدرسة بس نموذجية بالشكل المحترم اللي احنا شفناه في المدرسة الفرنسية، لا إطلاقا، لكن علشان مستوى التعليم في السويس ممتاز، علشان أولاد السويس كلهم عايزين يتعلموا، علشان المدرسين والمشرفين على التربية والتعليم في السويس رغم ما يوجد من مشاكل في التربية والتعليم، ولكن عندهم القدرة على أنهم ينشئوا أجيال محترمة تستحق أنها تبقى موجودة في جمهورية مصر العربية وتبني البلد دي في المستقبل إن شاء الله. لكل ذلك الوزير قرر يبدأ بالسويس وتبقى هي القبلة لجمهورية مصر العربية بالكامل اللي هنبتدي منها كلنا، وهينطلق أولمبياد المدارس بعد كده من محافظة السويس اللي هي البداية والنبراس لبقية المحافظات، وكان عنده أمل إن يطلع الشكل كويس بشكل محترم علشان حتى بقية المحافظات بعد كده لما تيجي تتنافس المفروض إنها تعمل أحسن من كده. أنا طبعاً سعيد جداً لما كل المحافظات تعلى عن مستوانا وتعمل أحسن من كده، لكن يكفيني شرف إن إحنا نكون البداية، إحنا الأول اللي يبني عليه الأساسات. بجد يعني فظيع، احنا ما كناش اصلا متوقعين ان احنا نوصل المرحله دي، وخصوصا احنا قدامنا مدرسه صعبه قوي كانت مدرسه العاشر، بس احنا يعني نبان ان احنا كتاكيد، بس لا احنا جامدين قوي في الملعب ما بنرحمش. احساس ما يتوصفش. طبعا انا فرحانه جدا وفخوره جدا بفريقي ومدرسه نبويه موسى انها توصل للنهائي وكل حاجه حلوه. احساس طبعا لا يوصف، لا يوصف بجد، يعني احنا تعبنا قوي فالحمد لله ربنا ادانا على قد تعبنا. هو ده المطلوب. انا عاجبني حماسه الولاد جدا، وتقول لك احنا كتاكيد بس ما بنرحمش. انا شفت كتير من المنافسات اللي عملوها، وهو النهائي بالمناسبه يوم الاحد، فان شاء الله بقى ربنا يوفقهم كلهم في النهائيات، ودي فرصه حلوه جدا جدا على الاقل نشوف الابتسامه على يعني وش الطلاب في عمليه تعليميه. ده برضو ايه يفتح النفس شويه ان الواحد برضو يطور من نفسه من مهاراته. فأحلى حاجة بالنسبة لي هي التعليقات بتاعت الشباب الصغير الحقيقة. نقول لهم إن شاء الله مبروك ومقدما، وإن شاء الله كمان نستمر في دعمهم، وإن احنا كمان نتابع كل الأولمبيات المدارس إن شاء الله في الفترة القادمة، لأنها فكرة حلوة جدا جدا. هنروح بقى لموضوع تاني متعلق بالتكنولوجيا وأمن المعلومات. وفي طبعا إيلون ماسك من ساعة ما دخل على قصة أو خط تويتر ده وهو في مشاكل كتيرة وعمل مشاكل مع ناس كتير جدا جدا. احنا عندنا بقى بنقول ايه، انه آخر فصول بقى المناوشات السوشيال ميديا فكانت ما بين فيسبوك وتويتر. شركة ميتا أعلنت عن منصة منافسة لتويتر، هتبقى منصة منافسة لتويتر. احنا عارفين انه ميتا عندها فيسبوك وإنستجرام وواتس أب، بيعلنوا بقى عن منصة منافسة لتويتر، خاصة ان تويتر بقى له فترة طبعا ايه في كتير من المعارك المختلفة، ومش عارفين سياسة إيلون ماسك لغاية دلوقتي مش واضحة بشكل كبير. فمعنى دخول شركة ميتا على الخط ومنافستها لإيلون ماسك وشركة تويتر ازاي هيغير كمان من شكل التطبيقات عالميا، وكمان هتبقى ايه العلاقه دلوقتي مع كتير من رؤساء ومفكرين وكتاب وفنانين العالم اللي دايما بيميلوا لتويتر في تصريحاتهم كمان الرسميه، زي الرئيس الامريكي او غيرهم من الرؤساء بيميلوا اكتر لمنصه تويتر. بس الموضوع ده كمان في مشكله ظاهره فيه من ايام ما منعوا ترامب من التغريد، فممكن يكون في تداعيات برضو على مشهد السوشيال ميديا والابس عالميا، وممكن يبقى فيها سبب سياسي كمان، وامور قد تنكشف الفتره القادمه وليست اهداف سياسيه واقتصاديه فقط. احنا معانا مهندس عمرو صبحي الخبير في مجال امن المعلومات، نستطلع رايه كده حوالين الموضوع ده، وهل ينجح مارك في هزيمه ماسك
والحصول أو دفع بتويتر بعيدا عن المنافسة العالمية. هنشوف. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك دكتور حسام وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني برضو إعلان في توقيت حساس عالميا عن منصة جديدة تنافس تويتر، والمنافس ليس بالسهل، هو شركة ميتا، لكن ما توقعتش أنه يحصل يعني تنافس واصطدام مباشر مع إيلون ماسك. إيه رأي حضرتك في هذه النقطة أو ما يقال الآن؟ وهل وراء يعني خلينا نجاوب على هذه النقطة وهنروح لحتة التانية الأول. بس في الحقيقة بصراحة أنت حضرتك يعني قدمت لنا مقدمة رائعة بصراحة عن صراع كبير جدا ما بين أكبر يعني صحاب التكنولوجي زي ما احنا بنقول أو صحاب السوشيال ميديا في العالم، إيلون ماسك، وهو يمكن أحد رواد التكنولوجيا. أنا ما بقولش عليه أحد رواد السوشيال ميديا، واحد التكنولوجي يعني التكنولوجي بشكل عام، ومارك زوكربيرج هو صاحب شركة ميتا، وهي طبعا أكبر يعني أو أشهر شركة سوشيال ميديا في العالم، وهي طبعا الفيسبوك. في الحقيقة الصراع، خليني أقول معليك إن الصراع مش موجود على يعني على مارك زوكربيرج وإيلون ماسك أو فيسبوك وتويتر بس. حضرتك طبعا يمكن شايف ال 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 الصراعات الكبيرة والمنافسات الكبيرة واللي بيبقى فيها عنصر مشترك وهو اسمه إيلون ماسك أو تويتر، ويمكن آخر المنافسات اللي حضرتك ممكن تكون شاهدتها الفترة اللي فاتت هي شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي أو تيك توك، لسه مكمل الموضوع. وعشان كده برضو جزء يعني متوقعتش نحصل تنافس أمريكي أمريكي في وقت هم عايزين فيه يخلصوا على تيك توك برضو. يعني كلها نقط كده تؤخذ في الاعتبار. في الحقيقة بص هقول لمعليك، هي فرصة استثمارية بيراها رجل الأعمال، فبيبدأ يتحرك تجاه الفرصة الاستثمارية اللي موجودة قدامه. يعني خلينا نقول معليك انك طبعا كان في زي عملية انتجريشن او عملية ربط كبير بين شات جي بي تي إيلون ماسك وما بين مايكروسوفت. ده نفس الكونسيبت، ان مايكروسوفت لقت فرصه استثماريه فبدات تروح لشات جي بي تي. نفس الفكره النهارده شركه ميتا شايفه ان في فرصه استثماريه كبيره جدا في التكنولوجي، وهو على راس التكنولوجي وعلى راس طبعا يعني منصات التواصل الاجتماعي وهي فيسبوك. فبدا ان هو يشوف المشاكل اللي بدا يقع فيها النهارده ايلون ماسك تويتر بعد اداره تويتر لإيلون ماسك. والمشكلة إنه ما فيش سياسة واضحة قوي لتويتر لغاية دلوقت، يعني هي أكتر منها ناس مهتمة بمعارك الشخصية بتاعت إيلون ماسك، مش عارف مع الموظفين مع مين ومع مين ومع مين، والصفقة نفسها خدت برضو جهد طويل. يعني ما شفناش لسه سياسة واضحة قوي في تويتر بالنسبة لإيلون ماسك، ولا أنا هقول معلش حاجة أو مش منضبط في كلامي؟ لا لا يا فندم، طبعا إيلون ماسك هو راجل مهندس طبعا، احنا عارفين إن هو واحد يعني اشهر صفقه وهي صفقه تويتر، ولكن النهارده بينافسوا بقوه النهارده مارك برضه صاحب اكبر تكنولوجيا وهي الفيسبوك او السوشيال ميديا، في منتج جديد او منصه جديده بتبدا تاخد الكاستمر او تبدا تاخد متابعين السوشيال ميديا في حته مختلفه شويه، لو تسمح لي ابدا اتكلم مع معاليك فيها، وهي جزئية مهمة جدا، هي جزئية استنترالايز. جزئية استنترالايز، ايه استنترالايز او جزئية المركزية؟ ايه هي المركزية بالنسبة لمستخدمي السوشيال ميديا؟ حضرتك النهاردة انا وحضرتك لو بنستخدم الفيسبوك او بنستخدم تويتر، فالنهاردة القوانين اللي بتطرحها المنصة هي اللي بتطبق عليا وعلى حضرتك. ولكن النهاردة مارك بدأ يخرج بفكر جديد، وهي حاجة اسمها اللامركزية. اللامركزية هنا معناها ايه؟ معناها ان انا خلاص اوكي الكاستمر او اليوزر او المستخدم بدأ يحصل له عملية تشبع من السوشيال ميديا، وكمان بدأ يحصل عملية مشاكل ان انا النهاردة القوانين بتاعت السوشيال ميديا بتطبق عليا وعلى حضرتك. لا، فاحنا هنعمل تكنولوجيا جديدة خالص اسمها اللامركزية، أخلي حضرتك تبدأ تنشئ غرفة أو تنشئ كوميونتي وبيئة خاصة بيك أنت، أنت اللي بتحط القوانين بتاعتها، أنت اللي بتديرها بشكل كامل، أنت اللي بتقول كمان إيه اللي يظهر فيها وإيه اللي ما يظهرش فيها. فهنا بقت التكنولوجي كمان
تحقق متطلبات العمل. يعني بشكل أو بآخر ممكن نسميها بتشترك في وضع أنت القواعد والضوابط اللي أنت عايزها. مظبوط. أو هو هيسيبك تحس بكده. هو هيسيبك تحس بكده. في الحقيقة أن أنت يعني مشترك معاه في الموضوع مش بمجرد متلقي يعني. وفي الحقيقة هو هيعمل كده بالضبط، هو بيبدأ يروج للمنتج بتاعه بكده. ولكن احنا من جانب آخر، من جانب أمن المعلومات، بنشوف الجزء ده ليه جانب خطر شوية، لأنك أنت المفروض أنك تبقى تحت قوانين ورقابة مهمة جدا من الإدارة بتاعة منصات التواصل الاجتماعي، عشان طبعا حضرتك عارف أن ممكن ده ياخدنا في اتجاهات أخرى، وإحنا بالأخص يمكن في فترات ينمو فيها عملية الاختراق وعملية أمن المعلومات بشكل كبير. مفهوم. احنا طبعا بنتكلم عن لسه بدايات الفكره. طبعا سي ان ان نشرت وقالت ان هم بيبحثوا دلوقتي عن المنصه دي وبما فيها من التحديثات، لكن لسه لم يعلن عن شيء رسمي يعني حقيقي او براند جديد نقف قدامه. ولكن يعني بنتابع وبنشوف الدنيا رايحه فين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس عمرو الصبحي خبير امن المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا. حقيقة قبل ما نروح معاكم لفاصل فلازم نتوقف عند ذكرى مهمة وسنوية الدكتورة الجميلة والنائبة الأستاذة أنيسة حسونة، وطبعا لها تاريخ طويل من العمل المدني والعمل الإنساني، شفناها كمان بشكل كبير بتدعم مشروعات مهمة وعملاقة زي مشروع الدكتور مجدي يعقوب في أسوان ومشروع مستشفى الناس للأطفال اللي كانت هي تشغل كمان في الرئيس التنفيذي، وهي واحدة من أهم رائدات يعني العمل الأهلي والمشاريع الخيرية في مصر في على مدار العقود الماضية. وكمان تأثرنا كثيرا مع إعلان إصابتها بالسرطان، ولكنها ضربت مثل كبير الحقيقة كفايتر أو كمقاتلة شرسة وعنيدة للمرض، وكتبت يعني حقيقة في هذا الوقت مذكرات جميلة جدا 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 استمتعنا بقراءتها وألهمتنا كتير من الشجاعة والقوة على المواصلة رغم التحديات. فرحمة الله على الدكتورة أنيسة حسونة، ربنا يجعلها يعني في فسيح جناته، واحنا بنهدي لها هذا الكليب ولعشاقها ومحبيها. الحمد لله، ألف حمد وشكر. رحلة طويلة شوية زي ما الناس بتسميه خبيث، لأنه هو كده فعلا. أنا بقول لكل الناس اللي زيي بعيشي كل يوم كأنه يوم جديد منفصل. المرض بيخليك تنظر نظرة أخرى، الناس بتحيطك بحب أنت ما كنتش تحلم بيه، زي ما يكون عارفة بلدك بتطبطب عليك تقولك إحنا شايفينك، شايفين أنت بتعملي إيه وبنشكرك على كده. أنا عايزة أحفادي يفتكروني وأنا مبتسمة. حضراتكم مرة تانية. حدث أنا بقول دايما أنه هو حدث عالمي وحدث مهم وبيتابعه الملايين كل سنة سنويا، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكارز. الأوسكارز الحقيقة أنت حضرك ممكن ناس كتير في العالم تتابعها لأنهم بيحبوا يتفرجوا على الجليمر أو الفساتين والريد كاربت والناس لابسة إزاي والشياكة في العرض والأسلوب وكل ده، وده طبعا اتجاه عالمي ناس كتير بتتابعه، فهو فرصة كمان لكل المهتمين بالفاشن وصناعة الأزياء، كمان فرصة طبعا وبالتأكيد مهمة لكل المهتمين بصناعة السينما يعرفوا ايه الجديد وأهم التطورات وأهم الأفلام وأهم المخرجين، خاصة انه من يحصل على الأوسكارز بيحصل بشهرة عالمية كبيرة. وفي ناس بتحب تتابع الأوسكارز كمان تشوف المخفي من الرسائل، على اعتبار انه يعني ناس كتير بتنظر للأوسكارز بانها احد ادوات ما يسمى بالسوفت باور او القوة الناعمة، وهو مفهوم تبلور يعني امريكيا سنة 90 من خلال مقالة للأكاديمي جوزيف ناي الاستاذ في جامعة هارفارد،
واللي بدأ قصة وصف القوى الناعمة وقال إن هي القدرة على استتباع الآخر بالإقناع وليس بالقهر. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه ناس كتير توقفت كمان عند الدورة 95 وقالت إنه فيها مجموعة من الرسائل السياسية والاجتماعية والقدرة الأمريكية على التأثير عالميا وإعادة بعث فكرة الأمريكان دريم، كانت واضحة وواضحة بقوة، وكمان التأكيد على التعددية والتنوع والدايفيرستي. ولكن كان الموضوع يبدو في رأي البعض مهندس زيادة عن اللزوم في هذه المرة. بكل المقاييس كانت الحفلة السنة دي مهمة جدا للتغلب كمان على ما حدث من أثر سلبي السنة اللي فاتت مع صفعة ويل سميث لكريس روك على المسرح، وكان ليها تأثير مش لطيف على الحدث الفني الأبرز والأهم عالميا. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف كمان قراءة كده في المشهد السنة دي. وطبعا هنقول لكم أنه الفيلم الحائز على أكثر الجوائز السنة دي هو Everything Everywhere All at Once، وحصل على 7 جوائز: أفضل فيلم، أفضل سيناريو أصلي، أفضل إخراج، وأفضل ممثلة في دور رئيسي ميشيل هو، وهي أول وجه من آسيا يحصل على جائزة الأوسكار كأحسن ممثلة. وكمان الممثل في دور مساعد وهو أيضا ممثل كوري، أنا بس الاسم طاهر مني بس هقوله لحضراتكم دلوقتي، وبرضو طلع على المسرح وكان ليه سبيتش وقال فيها هو ده أهمية الإيمان بالأمريكان دريم وحصوله على جائزة الأوسكار، وكان طبعا مشهد مؤثر وكده. ففي جوانب كتيرة ممكن نتناقش فيها مع أستاذنا الناقد الفني الجميل والكبير الأستاذ خالد محمود اللي منورنا. أهلا بك يا فندم، منورنا أستاذ خالد. طيب لغاية ما أستاذ خالد يرجع لنا كمان. أيوة. مش عايزين ننسى أنه كمان المنتج والسيناريست محمد حافظي كان من ضمن الأكاديمي جوريز أو من ضمن المحكمين السنة دي، وهو أول مصري وعربي أيضا يشارك أو يدون ضمن الأكاديمي جوري المسؤولة طبعا عن الاختيارات والجوائز، ودي حاجة برضو تسعدنا جدا. يعني عرضنا لكم كده خطوط سريعة من الحفل، لكن ممكن نروح بقى مزيد من التحليل مع الأستاذ خالد محمود الناقد الفني الكبير واللي منورنا دايما. أهلا بك يا فن. أهلا بك يا أستاذ حسام. أهلا بحضرتك. يعني أنا قلت كده مقدمة في الأول فيها مجموعة من النقاط، ولكن هروح مع حضرتك اولا الانطباعات. انا طبعا سهرت اتفرجت على الحفله لغايه الصبح، انا بحب كل سنه اتفرج عليها من اولها لاخرها، بيبقى فيها لقطات برضو الواحد لازم يهتم ويتعلم كصناعه او كرسائل سياسيه او كازياء، يعني تبقى فرصه ان الواحد برضو ايه يشوف الدنيا فيها ايه. ما لاحظته السنه دي، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، ان الموضوع يبدو ان هو كان مهندس زياده عن اللزوم. يعني الاختيارات التعبير الشديد عن الدايفيرسيتي، اللي يطلع الرجل من أصول أفريقية جنبه من أصول أسيوية، رقصة هندية، يعني تحس إن احنا جايين السنة دي نراضي كل الأطياف ونراضي كل الأعراق ونأكد على المفاهيم الأمريكية والأمريكان دريم وكده. تشترك معايا في هذا الطرح ولا في قدر من السذاجة؟ لا طبعا أنا يعني بحترم رؤيتك جدا، وانت قلت رؤية يعني بانوراما شاملة لظواهر حفل هذا العام، ولكن أنا شايف أنه موضوع الأوسكار من وجهة نظري أكبر من الحلم الأمريكي. هو احنا لن نقلل من قيمة الأفلام، كلها أفلام عظيمة، لكن أنا حسيت شوية بالهندسة في الاختيارات كده. عندك حق، وده من السنوات القلائل اللي الاختيارات فيها كانت يعني في مكانها الصحيح، وان المجموعه اللي تم الاعلان عن تتويجها اتفق عليها النقاد ب 100%، والتف الجمهور حوالين كتير من الافلام اللي فايزه، طبعا باستثناء الافلام اللي بتحمل جماهيريه خاصه، يعني زي فيلم سبيلبرج مثلا. انا من الناس اللي كنت بتمنى ان هو يكون ليه نصيب في الجوائز، لانه ده فيلم إنساني رائع جدا وفني أكثر روعة، ولكن هو في الحقيقة حتى الفيلم أنت تقصد أنه التنويع في الجوائز أعتقد أنها يعني إيه كفرت عن خطايا لسنوات سابقة للأوسكار، من حيث
التعددية، ومن حيث أنه لكل مجتهد من حقه أنه يحلم حتى لو في سن 60 أو 70 أنه يفوز بجائزة زي ما حصل مع ميشيل يو أفضل ممثلة من آسيا، وكانت مفاجأة ليها. طب معلش بقى في النقطة دي، معلش أنا طبعا everything everywhere all at once أنا شفته، هو فيلم مبدع جميل خطير يعني أنا شفته واستمتعت بيه للغاية، لكن الناس بتقول أنه غلبت الوجه الآسيوي بشكل خاص هو رسالة مع تصاعد الصراع الأمريكي الصيني وفكرة السوفت باور، ويعني أنا أعتقد أن هي كانت واضحة بالنسبة لي، يعني في ناس توقعت قبل الحفلة دي يبقى في كوتا آسيوية وحصل فعلا، ولا أنت إيه رأيك؟ بص، وأنا شفت نقاد مصريين زي الأستاذ مجدي خيرالله لو ناس كتير كانوا بيقولوا لا هو الفيلم حلو لكن في أفلام كانت تستحق أكتر منه. بص أنا رأيي الشخصي أنه القائمة القصيرة للأوسكار كلها أفلام عظيمة، ووجودها في القائمة القصيرة يعتبر فوز كبير جدا. يعني أنا مثلا من الناس اللي كانت منحازة جدا لفيلم كل شيء هادئ على الضفة الغربية أو على الجهة الغربية. All Quiet on the Western Front ده فيلم خطير تحفة. العظيم جدا، وأنا يعني وهو خد جوائز كتيرة. طبعا خد جوائز. هو أفضل فيلم غير إنجليزي. غير إنجليزي. إذا أنت لما تيجي تبص لفيلم من هذه النوعية بيحصد الجائزة تحط تحت ده خط إن أكيد بقية الجوائز انحازت لمجموعة من الأفلام اللي برضو ما كانتش أقل من غيرها. نعم في أفلام أخرى جيدة جدا، لكن الشيء الملفت للنظر أنه معظم نقاد العالم كانوا متفقين على أن هي دي مجموعة الأفلام الأفضل هذا العام. وده وهي فعلا كويس. أفلام عظيمة لا شك. انت وفي النهاية الجائزة لازم تذهب لفيلم واحد. يعني أنا مثلا كنت منحاز لميشيل ويليامز في فيلم سبيلبرغ، كنت منحاز جدا جدا كيت بلانشيت مثلا في طار شفت كيت بلانشيت في طار عمل دور رهيب. أنا بالنسبة لي يعني أحسن من ميشيل هيو. طبعا طبعا. بص بس هو إيه الحكاية، فيلم الأخوان دانييل في اللي خدت فيه الجائزة ميشيل يو، هم خدوا أفضل إخراج. فيلم شوية مخترق الحاجز التقليدي للسينما. أولا هو فيه روح للمستقبل، مفهوم عالم الكواكب الأخرى، في استنساخ للبطلة في أشياء كتيرة حوالين العالم، في رؤية عميقة في تعامل البيروقراطية والروتين وإلى آخره، مفهوم. في مساحات للإبداع، إنما مفهوش الروح الناعمة اللي أنت تقدر تتعاطف معها زي ما تعاطفت مع كيت بلانشيت أو تعاطفت مع فيلم سبيلبرغ. بالظبط. أنا طبعا بحيي حضرتك على الطرح ده وعلى الرؤية الموضوعية، وبشكر حضرتك على وجود معنا، وإن شاء الله تبقى حضرتك موجود معنا في مزيد من التحليل في فقرة خاصة فنية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الأستاذ خالد محمود. من الأوسكارز هنروح لأغنية لو بإيدنا ممكن نديها أوسكار، والله زي ما بقول لحضراتكم كده، والمسيرة فنية ممكن تكون تستحق الأوسكار. مين فينا ما بيحبش داليدا اللي بنعتبرها مصرية وبنعتبرها الحقيقة واحد من أهم رموزنا الفنية، وأغنيتها الشهيرة اللي أحيانا بتفرحنا جدا وأحيانا بتبكينا جدا ودايما مرتبطة معنا بكل الذكريات الحلوة وبكل الانتصارات الوطنية، وبشكل ناعم وهادي ورقيق وجميل عشان تخلد نفسها واحدة من أهم الأغاني المصرية، وهي أغنية إيه؟ حلوة يا بلدي. كلمة حلوة وكلمتين، حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين، حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على يا بلدي.
حلوة يا بلدي، الأغنية اللي ارتبطت بوجدان الملايين في مصر الوطن العربي، اللي غنيناها وإحنا مبسوطين وإحنا زعلانين، وارتبطت بكل انتصاراتنا الوطنية، وارتبطت كمان بزعلنا. أغنية الحقيقة عاشت وقدرت تثبت نفسها أجيال ورا أجيال، وعشان كده كل من ساهم في هذا العمل الفني المهم ورسخ هذه الأغنية في يعني أذهاننا جيل بعد جيل، وفي وجداننا يعني جيل بعد جيل، لازم نكون له كل التقدير والمحبة والاحترام. عشان كده احنا معانا النهاردة مفاجأة ومن عيار خاص في 90 دقيقة، ولأول مرة كاتب كلمات هذه الأغنية الشاعر الكبير والموسيقي الرائع الفنان الكبير مروان سعادة، مشرفنا من فرنسا عبر سكايب في برنامج 90 دقيقة ولأول مرة منذ فترة طويلة. أهلا بك يا أستاذ مروان، منورنا في 90 دقيقة، وكل سنة وانت طيب، وسعداء جدا وفخورين جدا بوجودك معنا النهاردة. الله يخليك، وانت طيب وكل مصر طيبة، وأنا شاكر على الكلام الحلو اللي حضرتك قلته ده. ميرسي قوي. لا ده كلام كلنا بنقوله وكلنا محتاجين نقوله، لأن مع مرور الزمن وكمان الأجيال الجديدة اللي بتطلع، كلنا يمكن أحيانا بنغني الأغنية دي بس ناس كتير وما تزعلش مني بتنسى أن حضرتك كتبت الأغنية دي، عشان حضرتك برضو ابتعدت خارج مصر، فعايزين نعرف منك ليه أولا حضرتك ابتعدت بعد نجاح ساحق لهذه الأغنية، وانت مش متخيل احنا بنسمعها وبتخش دلوقتي في ريماكسس لكل المزيكا، وكل شوية الأغنية دي بتظهر بأشكال وطرق مختلفة ومخلدة عبر أجيال، ليه ابتعدت يا مروان وانت في عز مجدك وشهرتك؟ لا أبدا، مش حكاية ان انا ابتعدت، انا كنت اصلا في فرنسا. أيوة. للدراسة. للدراسة. مش ما كانش للموسيقى خالص. وبعدين عفوا جالي مكالمة تليفونية من صديقي جيف بارنيل اللي هو جورج بارنوتي، اصلا برضه. أيوة. من اصل مصري وبس عايش هو اخذ الجنسية الفرنسية وعايش فرنسا على طول، فكلمني قال لي احنا محتاجين لبعض الكلمات لموسيقى معينة، يا ريت مجرد ان دريدة تتمرن على اللحن بكلام بالعربي. فانا كان عندي ظرف معين، ما كنتش قادر ارجع مصر على اساس ان انا عندي اناقش الدكتوراه بتاعتي. الدكتوراه في باريس. دكتوراه. كان دكتوراه في ايه؟ في الترجمه. في الترجمه. في الترجمه. لغات وترجمه. رغم ان حضرتك مهتم قوي بالموسيقى والشعر. ما قبل كده لا، مش بالشعر، انا كنت في اول مره اكتب اغنيه بالعربي. اول مره. وكنت ساعتها مش عارف ارجع مصر، عشان كان عندي التجنيد، لو رجيت مش هقدر ارجع اناقش الدكتوراه. وفي نفس الوقت كنت عايز ضمان ان انا ارجع وفي نفس الوقت يعني انزل مصر. فكان في دكتور عبد الله حاج مدين قال لي استنى شويه هنوضح الموضوع على اساس ان شاء الله نجيب تصريح انك انت تسافر وترجع تاني تناقش الدكتوراه. جميل جدا. ازاي بقى وصلت الاغنيه دي؟ يعني انت كتبتها الاول من غير ما تعرف ان هي من غير ما تعرف ان دريده هتغنيها اصلا، كتبتها انت نتيجه مشاعرك انت؟ لا ما هو لسه حضرتك الموضوع لسه يعني لما ما كنتش عارف انزل مصر والموضوع اتاجل، ف لما طلب مني اكتب كلمات فكان نفسي اكتب حاجه يعني هي كلمة أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول، دي اللي هي مش عارف مش قادر أرجع ونفسي أرجع. أيوة. فكل الأغنية عبارة عن أملي دايما كان يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. الله جميل. ده الشعور اللي هو. أيوة. عايز أرجع ومش قادر أرجع. ده كان شعور حضرتك ولهفتك على العودة. أيوة. بس أنت مضطر إنك تقعد، فكتبتها بمشاعر خالصة وحقيقية يعني وواضحة في الأغنية. مش قادر أرجع وعايز أرجع. بس فدي أساس الأغنية. اللي هي الجملة دي. إزاي بقى انتهت مع دليدة والقصة التعاون الجميل ده، وأنا بسميه تعاون تاريخي يعني. الله يخليك. هو كان في كلمات مفروض تيجي لأورلاندو والجيف من مصر ولبنان وينقوا بينهم. وانا بكتب حاجه اسمها ماسك، يعني كلام مؤقت تتمرن عليه لغايه لما كلامي يوصل. ايوه.
فمن حظي ان الكلام دليلة لما اتمرنت على الكلام ده قالت هو ده، وهي نفسها عايشه نفس الظرف ان هي مشغوله طول الوقت، ولما قدرت تنزل مصر نزلت، بس قبل كده ما كانتش قادره تنزل برضو لان مشغوله طول الوقت من اغاني ومسرح، ويعني كان دايما بتغني في الاولمبيا بتغني. ف اتقابلته شخصيا؟ قابلت مين يا فندم؟ اتقابلت حضرتك وداليدا شخصيا او كنت ناقشت هي مره في الاستوديو بس كنت بسمع الشغل. بس حضرتك عارف لما الجراند فيدات لما تبقى اسطوره طبعا، يعني مغنيه اسطوره بتسافر كتير صعب ان حد يقرب منها اصلا، ما عدا بس بصت لي وضحكت وقالت لي برافو كلام حلو قوي بس، انما غير كده يعني. طب ولما نجحت بقى الاغنيه كان ايه انطباعاتها وانطباعات حضرتك لما لقيت الاغنيه بقى مكسره الدنيا؟ لا اقول لحضرتك حاجه، لغايه دلوقتي حتى اورلاندو اخوها وجاف مستغربين ان يعني في اغاني تانيه بدون ذكر اي تيترات تانيين، يعني ما بحبش اقارن اصلا. لما الأغنية مستمرة 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 في السمع وفي الإذاعة وفي فهم يعني وفي الأفراح يعني وفي أعياد بلاد وفي وإحنا مسافرين وفي كل مناسباتنا الأغنية دي معانا، لأن عبقريتها إن هي بتمشي مع كل مود. أنا كنت بتفرج، أنا أهلاوي كبير قوي، فكنت بتفرج على ماتش الأهلي. الله عليك، انا كمان اهلاوي بحيي حضرتك. جالي دعوه حضرتك اتفرج، وانا عضو في النادي الاهلي، جالي دعوه ان اروح اتفرج على ماتش الاهلي ونادي افريقيا في الاستاد. فلقيت ان لما الاهلي كل ما يحط جون يغنوا حلو يا بلدي جمهور. الله. فبقول لحضرتك ان بقى يجي لي الاشعريره بتاعت عارف، ببص لايدي كده الاقيها عندي يعني جسمي مقشعر يعني. طبعا. طب احنا تسمح لنا، احنا عاملين لك مفاجاه، تسمح نوريك المفاجاه؟ اتفضل حضرتك. طيب احنا معانا دلوقتي، طبعا احنا انا كمان وناس كتير قوي على السوشيال ميديا انبسطوا جدا جدا من لقاء حضرتك مع يحيى سعاده ابن حضرتك، صانع المحتوى والفنان والمؤثر، وطبعا يحيى شخصيه جميله وليه الاف المتابعين على كل السوشيال ميديا، وكان حوار جميل. المفاجاه بقى ان هو معايا دلوقتي على التليفون وهيشاركنا في الحوار. خلونا نرحب بحضراتكم بصانع المحتوى والمؤثر والفنان يحيى سعاده ابن الشاعر الكبير والموسيقي الكبير مروان سعاده. اهلا بيك يا يحيى، منورنا في 90 دقيقه. ازيك يا حسام، ايه الاخبار؟ اهلا بيك، سعداء جدا بوجودك معانا، وانا مبسوط جدا بالحوار اللي انت عملته مع بابا، واعتقد انه كان في تفاعل كبير قوي على السوشيال ميديا. يعني انت مذيع بقى، تيجي تشتغل معانا مذيع بعد كده؟ عشان الحمد لله يا رب. يلا بينا، بس نيجي جنبك ايه يا حسام؟ لا العفو. وطبعا احنا سعداء جدا للغايه بوجود يعني اسطوره معانا، هو الشاعر الكبير مروان سعاده. الله يخليك، الله يخليك. واغنيه عايشه معانا اجيال ورا اجيال، وتجربه انسانيه كمان جميله وراقيه جدا. انت بقى النهارده هتمارس معانا دور مذيع زي كده، وهتسال بابا سؤال، بس سؤال ملوش علاقه مثلا بان انت ما بعتش الفلوس ليه او فضل مصروف الشهر ده او كده. احنا عايزين سؤال بقى فني، وبعد كده بقى في الكوانيس تبقى نبتز وناخد منه حاجات تانية. اولا احب اقول ان انا فخور جدا ان ابن الراجل العظيم طبعا. اول حاجه السؤال بيقول ايه بقى اللي لو عايز تسال بابا سؤال والجمهور يستفيد منه، بما انك انت عارف الكواليس بقى كلها، تساله سؤال ايه؟ هتبقى انت مكاني دلوقتي. امتى هنسمع حاجه جديده؟ نشوف حاجه من الحاجات اللي هو مخزنها. تصدق ده سؤال حلو. ده سؤال حلو جدا يا يحيى. هو في مخزون واحنا ما نعرفش، وفين المخزون ده من الاشعار يا استاذ مروان، وليه حرمتنا منه؟ لا هو مش شعر بس، هو يعني اولا مش شعر، ما بكتبش شعر. اغاني طبعا. كلمات في منتهى السمبلستي يعني. في منتهى السمبلستي اللي في الدنيا، بس اصلا كمان التلحين يعني انا غاوي يعني يعني اكتر ملحن، وبعدين كنت عامل اسطوانات بالغنى. ف يعني حتى في موسيقى تصويريه لفيلم مصري اللي هو كان
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لحضرتك حالا. فيلم قديم شوية ولا حديث شوية؟ لا ده كانت الفنانة يسرى. الله. ده كان مشروع تعاون يعني. لا ده كان فيلم امرأة للأسف، امرأة للأسف لإخراج نادية حمزة الله يرحمها، الله يرحمه. والأستاذ صلاح ذو الفقار وكرم مطاوع و ياه ويسرى، واخدة أختين توينز توأم، اساطير برضه. وعملت الموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم، بتاع الفيلم ده. وبعدين اصلا انا بحب اعمل يعني في الفن، ما بتخصصش في حاجه معينه. يعني لما جاء صديقي اشرف عبد الباقي قال لي ما تيجي تعمل معانا دور كده في فيلم، كان صاحبه واخدت دور دكتور في الفيلم مع محمد هنيدي، مع هنيدي اشرف عبد الباقي. دور معايا كممثل ولا كممثل؟ ممثل. ده ممثل. اوكي ماشي. وبعدين مثلت ده جانب مع... ده جانب جديد بقى بنكتشفه اهو، ان حضرتك كمان كنت عندك يعني محبه للتمثيل. ده التمثيل، انا مثلت 3 سنين مسرح مع محمد صبحي. ياه. في مسرحيه بالعربي الفصيح. الله. واخد دور كنت جورج اللي هو صاحب البونسيون. يعني بحب وانا اقول يحيى جايب المواهب دي منين، وانا اقول يحيى جايب المواهب دي منين. لا يحيى اجمد من ابوه بكتير. لا لا لا. ايه رايك يا يحيى في الموضوع ده؟ احنا يعني بابا شاعر وموسيقي وممثل، وانت شكلك شارب منه كتير، بس انت مخبي برضه مواهبك. يعني ما جيش حاجه في بحره، ما جيش نقطه في بحره والله. طب عايزينك بقى مش قوي كده، بس تفضل بقى تزن عليه، طلع حاجات ونشوف ابداعات اكتر. انت المسؤول عن الموضوع ده دلوقتي. انا للاسف انا سامعك انت بس مش سامعه هو. مش سامعني. اوكي. ماشي، انت مش سامعه يا حته. طب استاذ مروان كمان، انت هل طبعا الناس بتسال هل في اي نيه تانية لمره اخرى لتقديم ابداعات مثلا جديده، ولا او حتى انك تطلع يعني شويه من المشروعات اللي حضرتك كنت بتشتغل عليها، وبسبب مثلا الظروف او طبعا انشغالات حضرتك ما قدرتش تكمل؟ هو في اغنيه حتى يحيى بيحبها قوي اسمها ليه وليه. ودي الأغنية كتبتها برضو، كانت ليها مناسبة اللي هو كنت كاتبها لمرحومة زوجتي الله يرحمها. فالأغنية دي يحيى بيحبها قوي كمان، وغناها معايا على المسرح. الله. عمل معايا كذا كذا شو في مصر، في الأوبرا، وسيد الصاوي وسيد درويش في اسكندرية. ده هو صغير. عملنا حفلات. كان صغير بس كان يجنن يعني. ماشي. كان الناس بتحب يحيى قوي. في ناس مثلا بيقولوا لو حضرتك برضو في يعني في مناسبات خاصه للمصريين زي رمضان وغيرها، اللي حضرتك طبعا باغانيك الجميله ما تكونش جزء من ده، وتعمل ريفرشمنت كده لذكرياتنا الحلوه دايما. الفتره دي انا بطلب من يعني كل حبايبي يدعوا لي بالشفاء، لان انا في فتره علاج دلوقتي. ايوه. فان شاء الله رب العالمين لما ارجع هيبقى لينا بقى كلام مع في اللي اصدقائي بقى شريف نور، ويعني وكتير من الموسيقيين. بفكر ان احنا بس الانتاج قليل في مصر يعني. عفوا يعني عشان خاطر ما صعب الفنان يبقى فنان وينتج يعني، ما مفهوم. هيهتم بإيه؟ بس انا واثق ان وجود حضرتك كقامه كبيره، وهي الفنان والشاعر والموسيقي مروان سعاده، وجودك في مصر ولقائك كمان مع اطراف العمليه الابداعيه والانتاج، اكيد هيكون ده محمس لكتير من الشركات، خاصه يعني لما نعرف انه عمل زي حلوه يا بلدي عاش يعني اجيال ورا اجيال. طبعا احنا كمان بنتمنى لك الشفاء العاجل، وانا عارف ان حضرتك يعني في وسط عمليه برضو صحيه فيها تحدي كبير، وبتمنى ان حضرتك تقدر تتجاوز هذا التحدي. وانا اللي اعرفه حتى عن حضرتك يعني ومن يحيى ان حضرتك يعني فايتر ومقاوم، فنتمنى ليك الشفاء
وترجع بقى تشرفنا في مصر، او تستمر بقى في انتاج جديد ومختلف ننبسط بيه ونكون فخورين دايما بوجود حضرتك معانا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لا لو لما انزل مصر ان شاء الله هاجي اشوفك طبعا. تشرفنا بقى في البرنامج. الله تشرفنا في البرنامج. حاضر 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 حاضر. انا بشكرك شكرا جزيلا. الفنان الجميل والرائع الاستاذ مروان سعاده كان معانا يمكن في فقره خاصه، وكان معانا خاصنا احنا في 90 دقيقه من باريس في حوار لطيف للغايه بيحكي كواليس اغنيه حلوه يا بلدي وكتير من الاعمال والكنوز اللي ان شاء الله هيفرج عنها قريبا زي ما وعدنا. وبنشكر كمان المؤثر وصانع المحتوى والفنان يحيى سعاده، يمكن اعاد يعني تعرفنا بكتير من كواليس هذا الزمن الجميل من خلال لقاءه اللي عمله على السوشيال ميديا وانستجرام، فبنشكره برضو. بنشكرك يا يحيى شكرا جزيلا نورتنا. ومن عائلة سعادة إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا عن آخر تطورات التحول الرقمي في مصر وما نحتاجه في الفترة القادمة بعد الفاصل. حضراتكم مرة تانية، ملاحظين أنه في تحولات اقتصادية كبرى بتحدث في العالم خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وكثير من الشركات الكبرى والعملاقة تتجه لمزيد من الرقمنة ومزيد من الاستثمار في هذا القطاع بأشكاله المختلفة، سواء في قطاع البنوك، في الاي اي، في الكلاود كومبيوتينج، في حتى على السوشيال ميديا والتطبيقات وغيرها. وكان لسه عندنا خبر اهو تصارع ماسك ومارك حوالين منصات جديدة. الشركات الكبرى كمان العملاقة دي زي جوجل، زي فيسبوك، زي مايكروسوفت، كان في خبر مهم انه هتتجه لمزيد من الاستثمار في قواعد البيانات وفي السيرفرات العملاقة في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، وبعدها اختار مصر من خلال شركة إيجاليتي اللي أعلنت عن استثمارات كبرى هتكون في مصر في مجال قواعد وسيرفرات البيانات العملاقة، قالت في مصر وفي الكويت وفي السعودية. فده دايما ياخدنا للتساؤل حوالين احنا كمان طريقنا في التحول الرقمي عامل ازاي، وايه فرصنا في الحتة دي، خاصة انه يبدو انه في بوتنشال عالمي او اهتمام عالمي بمصر كمركز مهم وجغرافيا مهمه ممكن نستخدمها في استراتيجيات التحول الرقمي. فانا هاخد بقى المحاور دي لاستاذنا العالم الكبير والدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، دايما منورنا وبنسعد بيه ودايما بتبقى عنده رؤيه شامله كده ومبسطه للامور. اهلا بيك يا فندم. سعداء النهاردة مع حضرتك في البرنامج. أهلا وسهلا. اللمحة اللي أنا قلتها في الأول دي هل هي صحيحة ومنضبطة وممكن يكون لمصر فيها موقع كبير على ضوء الخبر اللي احنا سمعناه؟ طبعا، لأن هي مصر أولا موقعها الجغرافي متميز جدا، يعني قلب أهم ثلاث قارات، دي أول نقطة. النقطة الثانية، احنا من خلال مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي اللي بقالنا دلوقتي يعني ما يقرب من 6 سنين، مصر عملت بنية تحتية رقمية عالية جدا. احنا بقينا دلوقتي يكاد يكون في معظم المؤشرات على مستوى افريقيا رقم 1. سرعة الانترنت طورنا سرعة الانترنت جامد جدا، اطلقنا القمر الصناعي يبقى 1 برضو عشان انترنت فائق السرعة عريض النطاق، بجانب قنوات التعهيد كمان في عملية التعهيد احنا رقم 1 في الشرق الاوسط كله. واحنا يعني يسبقنا بس في ودي العالم، لمن كله يعلم برضو. ودي لمن لا يعلم برضه، ودي لمن لا يعلم. انت تعرف حضرتك ان قطاع تكنولوجيا الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في مصر بيساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الاجمالي، والاهم من 8% انه بينمو بمعدل حوالي 17.5% سنويا. اذا معدل بينمو بسرعه جدا جدا جدا. النقطة اللي حضرتك قلتها
احنا مصر معبر رئيسي للكابلات البحرية الناقلة للاتصالات والانترنت طبعاً. القادمة اللي بتربط اسيا باوروبا بتمر عبر قناة السويس. طيب انت لما يكون عندك بيانات يعني نص العالم مرة من عندك إذن لابد انت صحيح بتاخد عليها رسوم، لكن هي مش مشكلة الرسوم، انت لازم تنشئ صناعة تكنولوجيا المعلومات وخاصة إنشاء مراكز المعلومات العالمية زي ما قلت على المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، لأن أولا هتستفيد من البيانات العابرة. النقطة الثانية أنت في موقع متميز، لأن الشركات العملاقة أستاذ حسام بتعمل إيه؟ ما بتعملش داتا سنتر واحد، بتعمل مراكز معلومات مثلا في أمريكا، في بالزبط. أوروبا، في آسيا، زي ما حضرتك كنت النهاردة في البرنامج بتاعك تتكلم على أمن أسرية المعلومات وعملية الديستريبيوتد يعني سوليوشنز. انت بتوزع النهارده في اوروبا، بتوزع في اسيا، بتوزع في افريقيا، لان احيانا القوانين بتختلف من قاره الى قاره. الاتحاد الاوروبي مثلا على سبيل المثال حاطط شروط قاسيه جدا على الشركات الامريكيه. تقدر تعمل في امريكا زي ما انت عايز، وفي الدول الثانيه لما بتدخل على اوروبا مثلا خصوصيه البيانات عنده رقم واحد. فهنا انت النهارده ليه ما تكونش انت الهب او المركز الرئيسي على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، وخاصة ان انت عندك مقومات جغرافية، عندك بنية تحتية رقمية قوية، وتمتاز عن جميع دول الشرق الاوسط ان انت عندك جيل من الشباب القائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هو النهاردة الشركات العالمية بتخطفهم من مصر. صح. اذا انت عندك جدا. مقومات النجاح علاوة على الدعم القوي جدا من القيادة السياسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. اذا انت عندك المقومات النجاح وعمليات جذب للشركات الدولية في هذا المجال. أنا أعتقد أن الموضوع ده كله الشركات هتستفيد من موقع مصر الجغرافي، وفي نفس الوقت إن عندها الريسورسز كلها، بنية تحتية رقمية قوية، عندها الموارد البشرية المؤهلة اللي تعمل في هذا المجال، عندنا طاقة كبيرة جدا بنقدر نصدرها نسبيا، عملية العمالة عندنا رواتبها بشكل عام اقل من امريكا واوروبا. وده اللي استفادت منه الهند في قطاع الاتصالات. صح. أيوة. وده استفادت منه الهند في قطاع الاتصالات والرقمنه دلوقتي، الهند قطعت شوط قبلنا في هذا المجال. وحتى مراكز التعهيد كلها الانجليزيه الغالبيه العظمى منها هندي. في الهند. لكن احنا على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا رقم واحد. وممكن نتوسع في ده، فكويس احنا بنتوسع فعلا. احنا كل الشركات يعني ده قطاع ممكن يمثل قطره نخرج من الازمه، يعني احنا بندور على القطاعات اللي عموما لما القطاع ده يساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الاجمالي. ده كويس قوي طبعا، يعني خاصه ان القطاع برضه واعد، لكن احنا لسه بنتقدم فيه. انا اعتقد السنوات اللي جايه، يعني احنا النهارده مثلا لما تيجي تربط هذا الكلام بالمدفوعات الرقميه، انت النهارده مثلا التحول الرقمي، ودي حته حلوه قوي، التحول الرقمي تهيألي البنوك بدات تاخد اشواط، النظام البنكي بدا ياخد اشواط، اتطورت جدا جدا جدا. يعني ادينا برضو ملامح. يعني هو ايه النهارده؟ النهارده البنوك خلاص في العالم كله مثلا على سبيل المثال لما ظهرت الفينتك او التكنولوجيا الماليه فاينانشال تكنولوجي، ظهرت من خلال شركات تكنولوجي. شركات تكنولوجي قالت ايه؟ البنوك مش قادره تتطور في العالم بالشكل الكافي، فاحنا عندنا التكنولوجيا اللي ممكن تطورها. دي نقطة. وبعض الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا أخذت أدوار جزء من البنك، بدأت تقرض المتعاملين معها. يتخيل شركات التكنولوجيا العملاقة مثلا بغض النظر عن اسمها، في بعض الشركات عندها حوالي 3 مليار عميل، لما تديهم قرض بطريقة رقمية بفايدة أقل من البنك، الناس هتروح للشركات دي ومش هتروح للبنوك. بدأت الشركات تحس، البنوك تحس بالخطر. البنوك عندها مشكلة في العالم كله. البنك عنده عميل وعنده البنك وعنده ما يسمى بالباك أوفيس، اللي هي الابليكيشنز اللي موجودة كلها. البنوك كلها بتهتم بالباك أوفيس، الابليكيشنز اللي عندي والسيكوريتي بتاعتها والكلام ده كله. أو دي بقت موجودة في كل حتة. موجودة في كل حتة وعنده البنك. لكن العلاقة بين العميل والبنك نفسه هي دي النقطة اللي الفارق. شركات التكنولوجيا استغلتها. احنا ما زلنا لسه في معظم البنوك، خاصة البنوك في المنطقة بتاعتنا والبنوك في مصر، عشان تفتح حساب لا يمكن افتحه من الموبايل، لازم اروح وامضي على اوراق كتيرة
ويقول لي مثلا الحساب هيتفعل بعد كم ساعه كان قبل كده بايام وهكذا على ما يعمل مع انه دبي قطعوا شوط كبير في القصه. هم سبقونا شويه لكن ما زالت البنوك في المنطقه بتاعتنا تقدرش تفتح كده. لكن الشركات التكنولوجيا بتقول لك انا اديك قرض ومجرد ما تديني ما يعني اخد الاي دي من موبايلك ودقيقتين اديك القرض. طب واحد يقول لي ما في توسع في المحافظ الالكترونيه بنك المركزي بتاعي لا توسعنا فيها. اذا احنا دخلنا بقى احنا بقى لنا حوالي 5 سنين وقالوا انه هيشجعوا زي سامسونج باي وابل باي والبرد دلوقتي البنوك البنك المركزي عندنا لانه هو اللي بيضع السياسه النقديه للبنوك وهو اللي بيحمي حقوق المتعاملين او العملاء مع البنوك. فاذا هو لازم يعمل برضو حساب ان 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 في ريسك شويه. فهو لما بيتقدم برضو ايه مع نوع من الحمايه. احنا لما عملنا البنوك الرقميه وان كان الحقيقه موضوع انستا باي والحاجات الجديده دي بصراحه عملت شغل هايل وريحت ناس كتير جدا وبتساهم كمان في دفع حركه الاقتصاد احيانا وحركته اسرع لا جدا جدا. احنا النهارده تتخيل انت النهارده احنا كنا سنه 2016 كان معدل الشمول المالي في مصر حوالي 27%. 27% يعني 27 من السكان اللي فوق 16 سنه عندهم حسابات. احنا السنه دي او نهايه سنه 2022 معدل الشمول المالي في مصر 60.6% عندنا حوالي 39.6 مليون شخص عندهم حساب بنكي بشكل او باخر. توسعنا 39 مليون شخص. ما هو 39 يعني حوالي 40 مليون بس من مين؟ من حوالي 65 مليون شخص اللي هم فوق 16 سنه. انا مش بحسب على 105 بالظبط اللي لهم حق صغير قوي فتح حساب. لكن احنا قربنا احنا كنا 27% المعدل العالمي 76 بتتكلم في قفزه رهيبه من 27 ل 60%. يعني قرب المرتين ونص لكن المعدل العالمي 76% لكن عندك الدول الاسكندنافيه حوالي 99%. اذا احنا لسه عندنا فجوه شويه رقميه بس عملنا قفزه حلوه يعني عندنا. محتاجين لكن هو ايه اللي بيحدث بقى النهارده البنوك قطعت شوط كبير جدا من خلال البنك المركزي. بنوك حتى الحكوميه والخاصه بقى عندهم النهارده فروع رقميه بدأوا يعملوا الأونلاين بانكينج تقدر تدخل فيها. لكن بقى النهاردة مثلا لما نيجي نشوف التعليمات اللي أصدرها البنك المركزي من كام يوم إن حماية كشوف حسابات العملاء بشكل عام الورقية والرقمية لأن أنت النهاردة أنت ما تتوسعش قوي من غير نوع من الحماية. إذن الحماية النهاردة محتاج أن يكون أرقام الحسابات الرقمية بالذات لازم يكون عندك كلمات سر مشفرة والبنك المركزي بيقول دايما حط رقم السر بتاعك ده على الأقل 10 أرقام سواء فيها حروف وأرقام وعلامات خاصة طبعا عشان وبتتشفر وبتتغير كل فترات. إذن إحنا النهاردة القطاع المصرفي في مصر قطع شوط كبير جدا لأن القطاع المصرفي العالمي تتخيل حجمه قد ايه 26.5 تريليون دولار يعني ما يقرب من 100 مليار دولار يعني تقريبا يعني اكتر من ربع. اذا القطاع المصرفي هو اللي بيقود الحركه في العالم كله. طب في سعيد بقى فكره الخدمات الحكوميه والحوكمه ورقمنه برضو الخدمات المقر. احنا شفنا بوابه مصر الرقميه وزاره الداخليه الحقيقه توسعت في بعض الخدمات برضو بشكل عام معظم الوزارات الحقيقه يعني بقت الامور ما وصلناش لمرحله البرفكشن يعني لسه لا لسه طبعا بس طبعا. ايه اللي ينقصنا برضو في حته التقديم بص حضرتك يعني الحكومه المصريه لما بدات تحط استراتيجيه التحول الرقمي كانت مبنيه على عده محاور المحور الاساسي دايما هو تطوير البنيه التحتيه الرقميه. انت انت طورت الانترنت سرعتها من 5 ميجا بت بير سكند الى ما يقرب من 46 ميجا بت بير سكند وحوالي 9 اضعاف ومش بس لسه انا اسف بس لسه قاري امبارح انه العالم هيستعد 2030 للدخول في ال 6 ويف ال 6 طبعا جي. اكيد بس مش احنا كنا بنتكلم على 5 جي داخلين دلوقتي في ال 6 خلاص طبعا بيقول لك هتنقل بقى بالتيرا بالسكند طبعا هيبقى ده وضع طبيعي شيء رهيب يعني ما بس احنا ايه احنا ده الكلام ده على المستوى الافرج في مصر. لكن المدن الذكيه الجديده عندنا زي العاصمه الاداريه والعالمين والمنصوره الجديده وكده بادئه من 100 الى 200 ميجا بت بير سكند بادئين بسرعات عاليه لان هي بادئه فايبر اوبتيك من الاول
لكن المدن القديمه كانت طبعا كلها كابلات نحاسيه برضه. حضرتك فكرت موضوع الفايبر اوبتكس ده برضه فرق جدا جدا، ومش بس صرفنا عليه كتير كبنيه تحتيه، والقمر الصناعي طيبه واحد غطى مناطق جغرافيه ما تقدرش تمد لها كابلات. دي نقطه مهمه جدا، دي اول حاجه. اذا المحور ده اتصرف عليه يعني مبالغ ضخمه جدا، اتصرف عموما خلال الفتره اللي فاتت في الحكومه المصريه اكتر من 100 مليار جنيه، وده مبلغ كويس قوي مقارنة لدعم التحول الرقمي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انت عملت اعاده هندسه الاجراءات الحكوميه كلها. انت انتقيت الدول عموما لو تاخد الخدمات بتاعتها هتلاقيها اكتر من 1000 خدمه. طب انت الحكومه المصريه عملت ايه؟ خدت اشهر الخدمات اللي عليها ضغط كبير جدا من الناس، منتقاه من عدة وزارات، وقالت دول الأولوية بتاعتي. اختاروا 155 خدمة زي السجل المدني، زي المرور، زي الشهر العقاري، زي بعض الحاجات في التموين والصحة والتعليم. اختاروا الخدمات دي كلها، عملوا لها إعادة هندسة. ان كل الإجراءات القديمة اللي كانت تدفع في شباك وتروح شباك ويعتمد من هنا وهنا، كل الكلام ده اختصروه في خطوه واحده على الكمبيوتر. بقى في كمان مراكز حديثه شويه دلوقتي، مراكز معلومات تكنولوجيه موجوده حتى في القرى دلوقتي، موجوده في الولايات وحتى في بعض وفي القرى كمان. الصراحه وفرت، تروح جنبك تطلع بطاقه في يوم وتعمل بتاع. فدي كانت نقطه مهمه جدا وخدت وقت كبير جدا. طيب النقطه الثالثه، انت عايز موارد بشريه مؤهله للعمل في هذا المجال. انت دربت خلال السنوات اللي فاتت دي اكتر من 200 الف شاب على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة. 200 ألف شخص. طبعا أبل. انت النهاردة انت أو من خلال الجامعات، خريج الجامعات وبعضهم من خلال مبادرة أشبال مصر. 200 ألف ده رقم كبير، ده رقم كبير، بس انت محتاج أكتر من كده الحقيقة. لأن انت النهاردة مين اللي هيقود الثورة دي كلها؟ انت في البرمجيات الجديدة كلها النهاردة، في برمجيات ذكاء صناعي، في تحليل بيانات ضخمة، في الفيرشوال رياليتي. انا الحاجات اللي حضرتك بتقولها، طبعا في بعض الجامعات بدات تفتح مراكز او تفتح اقسام، او الجامعات الاهليه الجديده بدات تخش. عملنا جامعات جامعات رقميه تماما. يعني حتى شفت في جلاله الاي اي والكلاود كومبيوتينج والحاجات دي كلها، في العاصمه الاداريه الجامعه الرقميه اكاديميه البحريه عامله، خرجت خريجين اوريدي من كليات الذكاء الاصطناعي. دي نقطه، ده كان محور مهم جدا، محتاجين نتوسع اكتر. المحور الاهم كمان، انت الخدمات دي هتشتغل على ايه؟ انت كان عندك ما يقرب من 100 قاعده بيانات متناثره متفرقه غير متجانسه وغير متكامله مع بعض في الجهات الحكوميه. انشئت عبر عشرات السنين بتكنولوجيات مختلفه. طب انت عشان توحد هذا الكلام كله وتطلع قاعده بيانات مؤمنه متكامله تخدم الدولة كلها، ودي كانت نقطة مهمة جدا، ودي كانت أصعب مرحلة في وجهة نظري. ما يسمى بالعقل الإلكتروني متهيألي اللي موجود في العاصمة. طب انت بعد ما انشأت القاعدة دي رحت عامل بقى أكبر مركز معلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا اللي سماه فخامة الرئيس عقل مصر. ده المركز ده لوحده اتكلف 16 مليار جنيه. في مبنى مؤمن ضد الحرائق والزلازل والبراكين تحت عمق 19 متر تحت الأرض، مؤمن تماما، وفي مجموعة من مئات السيرفرات المؤمنة اللي هي الحكومة بتاعتنا هتبقى حكومة تشاركية، كل الخدمات للحكومة والوزارات والمحليات كلها في هذا المكان، غير طبعا عمل له باك اب في مكان ما محدش يعرفه. لكن انت النهاردة انشأت هذا الكلام اللي هو تقدر تبني عليه بقى بسرعة. اصعب مرحلة هي مرحلة الاساس. طبعا انت رحت بقى عامل بعد ما عملت الكلام ده كله انشأت منصة مصر الرقمية اللي هي الانترفيس او وجهة التعامل ما بين المواطن وما بين الحكومة. طبعا لازم انا من خلال برنامج حضرتك لازم كل مواطن يسجل نفسه في منصة مصر الرقمية. سجل نفسه مرة واحدة بس بالرقم القومي بتاعه، هيطلع له بيانات ويختار كلمة سر هو، بحيث كل ما يكون عايز خدمة من الحكومة من أي جهة، حتى لو عايز يعمل توكيل في الشهر العقاري يدخل، طالما مسجل نفسه خلاص تعرف، يسجل كلمة السر، يدخل يختار من الجهات المختلفة من الوزارات أو الدوائر المختلفة الخدمة اللي هو عايزها. وطبعا انت طورت بقى المدفوعات الرقمية زي ما كنا بنتكلم على البنوك، لأن انت
إذا ما كنتش تعمل مدفوعات رقمية بالزبط. تزودها مش هتعرف تعمل الخدمة مش هتقدر تدفع تكمل الخدمة رقمية هيبقى خدمة منقوصة جزء منها رقمي وجزء منها يدوي. طب انت النهاردة بقى فيه دفع بالبطاقات المختلفة دفع من خلال بوابات الدفع الإلكترونية سواء خاصة أو حكومية منتشرة في مصر علاوة على التأمين الشامل لهذه الخدمات. هل احنا وصلنا الى الحد الاقصى؟ لا لسه عندنا خدمات كتيرة محتاجين كمان تأمينه. نزود التوعية بأهمية الخدمات سايبر سيكيورتي الرقمية وعلى طبعا امن وسرية المعلومات لان احنا شفنا في العالم كله بتسرق المعلومات واحنا محتاجين النهاردة مش اي واحد يتصل باي واحد اديني رقمك اديني رقمك السري اديني الـ ودي توعية بقى توعية بالجانب اللي ممكن يكون مضر شوية في مش بقوله جانب مضر ولكن من يستخدم هذا الجانب في الحق هو أصل القرصنة في العالم كله موجود في الدنيا بالظبط القرصنة احنا اللي لازم نوعي ونثقف نفسنا انه ده هيفضل مستمر ده محتاجه مستمر محتاجه من وسائل الاعلام محتاجه من المجتمع المدني محتاجه من الجامعات ومن المدارس مش بس سرقة البيانات الرقميه بياناتنا الشخصيه صورنا شخصيه من خلال الموبايل من خلال صحيح بقى نعمل معاك حلقه خاصه في القصه دي فكره سريه وامن البيانات والمعلومات عالميا وعصر السايبر وور لو تكون برضو بشرفنا في حلقة أخرى نتكلم فيها عن القصة لا دي لا طبعا لأن يعني أنا حضرت مؤتمرات يعني عشان خصص لها بقى وقت خاص لا دي طبعا ده موضوع كبير موضوع كبير, موضوع كبير قوي طبعا أنا بشكر حضرتك طبعا اديتنا النهاردة ملامح مهمة وكالعادة يعني أستاذنا وعالمنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي نورتنا وسعداء جدا بوجودك معنا وفي بقى حلقة أخرى عن لا أنا يسعدني طبعا لأن احنا محتاجين وإحنا نروح توعية فينا عالمية في هذا الموضوع لكن أنا بس بطمن حركة والشاهد المشاهدين أن الحكومة المصرية قطعت شوط كبير جدا في مجال التحول الرقمي وداخلين كمان في مجال الاقتصاد الرقمي لأن منصات التجارة الإلكترونية في مصر لأنه عندنا 8% احتمال ممكن يزيد وعندنا كاليبرز وهو ده البوتنشال اللي قاطرة بتقر يعني بتجر الاقتصاد الكاليبرز والانفراستراكشر فده ممكن طبعا يكون يعني مجال يحصل فيه بومينج الفتره الجايه ان شاء الله بالدفع بقى والتسهيل اعتقد ان احنا هنكون عامل جذب الاستثمارات الخارجيه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مره اخرى الاستاذ الكبير والعالم الكبير الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي نورتنا وسعداء جدا بوجودك شكرا جزيلا وبشكركم شكرا جزيلا بكره نشوفكم على الف خير وصحه وسعاده وحلقه جديده من 90 دقيقه